بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لا بجد، هو مين صاحب الكورة في مصر؟ وما كل هذا الغموض؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 821، جاية في توقيت أعتقد شديد الأهمية للنادي الأهلي وجماهيره، لكن كمان المهندس عدلي شايف فيها كثير من الغموض. خير يا استاذ ابراهيم، هو في جواب واضح عن اي مشكله كرويه او اي ظاهره كرويه او اي قلق بشان الكره المصريه او نادي يكون له مصلحه ولا يستجاب لها؟ في حد بيديلك جواب بسيط مختصر شفاف واضح؟ مفيش. طب في حد بيساند الانديه المصريه وهي تكافح في افريقيا؟ مفيش. في حد بيقول لك اللجنه دي مسؤوله عن كذا واللجنه دي مسؤوله عن كذا واللجنه، كله يتداخل وقت ما يبقى في لزوم للتداخل، وكله ينفصل وينعزل وقت ما تكون المصلحه بتقتضي هذا. امر غريب جدا جدا جدا، والحقيقه انا مش فاهم يعني كيف نتوقع ان تتطور الكره المصريه. ده السؤال المهم جدا، وهيكون في جزء كبير منه في مناقشة هذه الحلقة، وتلك أبرز عناوينها. مقالي ومقاله، تسريب أم تخريب؟ الغربال حضورها شرط أكيد، وبعظمة لسانه الاعتذار لحسابات الغد، والشموع الحمراء عن أمين بشعير، لكن أسرار الملك عن نسر الصعيد، ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة. بداية جولتنا الإخبارية، السفير المصري السفير أحمد الفضلي بيحضر التمرين الأول للنادي الأهلي في ملعب الجامعة في بريتوريا استعدادا للمباراة المرتقبة الساعة 3 عصر السبت إن شاء الله في المباراة المفصلية في هذه المجموعة بدوري أبطال أفريقيا. الفريق أدى مرانه النهاردة، ومستر كولر عمل محاضرة مطولة مع الفريق، وكان في تدريبات خاصة لحراس المرمى، و شاهد المران مشاركة حسين الشحات لأول مرة بعد تعافيه من إصابة السمانة. ودي سيادة السفير مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة والمسؤول السفارة المصرية، وترتيبات كبيرة هنجيلها يا باشمهندس. اتفضل. يعني الحقيقة جزء مثلا من المشهد هو صحيح، محدش قلقان على موقف الأندية المصرية خصوصا الأهلي والزمالك في بطولة دوري الأبطال. يعني هو الموضوع ده ما يخصش المسؤولين عن كرة القدم في مصر، لا الرابطة ولا الاتحاد ولا حد من متخذ القرار بشأن الكرة. يعني بقت كل حاجة وأهم حاجة إن احنا ننهي يوم كذا، والله ده مش ده النجاح. النجاح انك تحقق نجاح في كرة القدم اللي المنتخبات مش قادرة تحققه، واصبح العبء على الاندية النهاردة. انت عندك لحد دلوقتي بالصدفة الاسبوع ده فيوتشر بيراميدز الزمالك انتصروا، لكن عشان يعني الزمالك برضه بيلعب على ارضه، ما سافرش، ما راحش، ما تنقلش، ما راحش يعاني من نقص الاكسجين اللي عايز تاقلم، وهم عارفين كده. انت عشان تتاقلم على الاكسجين محتاج يا تسافر قبليه على طول وتلعب تاني يوم، يا اما تقعد اسبوع عشان تقدر تستوعب. لكن ما حدش يعني مش فارقه معاه، وزي قلت ايه، ما اللي يخرج يخرج مبركه يا جامعه، خلينا نخلص بقى. مع ان انت عشان تخلص بقى ادعم الانديه عشان تكسب بقى، ونظم بقى، واعمل المسابقة اللي تساعدك على ده بقى. ده كلام مهم جدا، فيه تفاصيل كتيرة أعتقد مهمة جدا في التنسيق والترتيب.
وكل تفاصيل الرحلة، وهنوديكوا لبريتوريا وهتعيشوا كل التفاصيل مع بعثة الأهلي خلال هذه الحلقة، لكن تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله، تسريب أم تخريب؟ مش منفصل على الاستهلالية بتاعت المهندس عدلي اللي بدأ بيها الحلقة، الأزمة اللي أثيرت من امبارح بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. فجأة نشر المصري اليوم لصحفي شغال معد في قناة نادي الزمالك، وهنا ذكر الأمور بالوضوح هي ديت اللي بتفسر كتير من الغموض. نشر خبر إنه لجنة الانضباط والقيم والأخلاق في اتحاد الكورة، ده الخبر، عاقبت محمود عبد المنعم كهربا بالإيقاف 8 مباريات. 8 مباريات. طلع بعديها المستشار عزت خميس رئيس اللجنة قال إنه ما طلعناش خبر وما أخدناش قرار لسه. لغاية كده المسألة ما انتش عارف هل ده بالونة اختبار ولا شائعة ولا غرض صحفي موجه ولا إيه بالظبط؟ ما انت شاورت؟ بص، ما من مرة الأهلي يلعب مباراة إلا لما تجد نفس المجموعة بنفس الأسماء بنفس التوجه إنها تعمل لك مشكلة. الكلام ده يا أستاذ إبراهيم، والأسبوع الماضي حتى بعض اليوتيوبرز الزملكاوية المشهورين أشادوا بموقف جمهور الأهلي اللي استاء من هجوم بعض الصفحات على نادي الزمالك والتعرض للكرة المصرية في شخص الزمالك، وقال إن جمهور الأهلي دعمنا. لكن مين بتقول لمين؟ بتقول لمين؟ ده في قناة الزمالك. أنت الأهلي اعتذر لك يا عم على البطولة العربية، هنيئا لك يا ممثل مصر، روح استمتع واحسن تمثيل مصر بقى لوحدك. ازاي ازاي نفس الشخص اللي هو ده أبى على انه يخلق لك صعوبات؟ قال ببراءة شديدة بيسأل مصطفى الجويلي، هو الاعتذار ده عندك تفسير له؟ انت هتجيبها؟ هنجيبها. والله لان انا استغربت جدا، هو انت مش معني بشأنك ليه؟ يا عم اتمنى لنفسك الخير، انت دلوقتي بقيت الممثل الاوحد لمصر، مش ده كان طلبك؟ مع طلع الجيش. لكن لا بقى، هو ازاي لازم يطلع لك ان الاهلي مش عارف اترفض طلبه؟ يا سيدي الاهلي اترفض طلبه، اتكل على الله انت باذن الله ربنا يكرمك. هنناقشها هنناقشها، لكن عايز ارجع لجزئيه التسريب لان دي مهمه جدا. اصل الامور على فكره مربوطه في نفس تمام الحلقه. تمام، لكن قضيه التسريب يا جماعه، قبل مباراه مهمه ب 48 ساعه يحصل ده للاعب خف وبقى عليه امل في انه يكون ان شاء الله في القائمه الاساسيه للاهلي في تشكيله المباراه. تسريب بهذا الشكل ده تسريب ولا تخريب؟ هقول لكم الناحيتين. لو تسريب على اللجنه القانونيه المختصه، لجنه الانضباط والقيم والاخلاق، تدافع عن قيمتها وسمعتها ومكانتها وهيبه اخبارها او قراراتها، لانه التسريب من خلالها لا يليق ابدا ان انت تكون بتستخدم بالونه اختبار او جس نبض للجنه فيها قامات قانونيه وقضائيه كبيره جدا. طيب ده مش تسريب، ده تجرؤ على هيئه بهذه القيمه. ما شفناش رد فعل لا من الاتحاد ولا من اللجنه. ازاي ده يحصل؟ استباق احكام، لان انا هنا هتكلم ان دي احكام، استباق احكام بهذا الشكل. لو هي صحيحه ازاي اتسربت؟ هنيجي للمشروعيه بتاعتها بعدين، بس لو هي صحيحه ازاي اتسربت؟ ولو هي مش صحيحه ازاي اتفبركت وتم التجرؤ عليها؟ وفين الحساب بقى مره؟ لانه محدش اتحاسب، لا الاتحاد قال حاجه ولا اللجنه قالت حاجه سوى بالنفي المغلف شويه بشيء من الغموض. بمناسبه الحساب يا استاذ ابراهيم، الشيء بشيء يذكر، في كل مره يحصل غلط طالما ان المدار منه الاهلي تسمع كلام ايه؟ والوزاره مهتمه بعدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا وتتخذ من التدابير والاجراءات ما يحول دون تكرار هذا الامر.
لما حصل اعتداء من جمهور الاسماعيلي على حافله النادي الاهلي الموسم الماضي، ها كنا ننتظر قرارات اقوى، ما طلعش قرارات، طلع توصيات بتعملوا اجراءات تحول دون هذا. يوم يجي الماتش هنا في ملعبنا، ايه الشطاره انك تخلع بانر وتزهو كانك ايه اللي عملته؟ يعني سرقت حاجه ووقفت تحتفل بيها في الشارع؟ ايه مجال الفخر في دي يعني؟ وانا ما عجبنيش فكره ان انتوا خدتوا ايه ده بانر قديم، قديم ولا جديد؟ يعني ايه؟ ايه الانتصار في ده؟ انت دخلت انا عندي في البيت وانا داخل اعمل لك الشاي، خدت حاجه حطيتها في جيبك ونزلت تقول انا خدت من عنده. هو ده يعيب مين يعني؟ وبعدين ادوا الفرصه ان الجماهير ترد على بعضها وترد بشكل بقى يعني ممكن يبقى فيه مشاكل لا يليق يعني. وده كله لان مش عارفين نحط حاجه في نصابها، ولا عارفين فعلا نحاسب غلطه، ولا نمنع تكرار حدوثها. طب هنرجع تاني لقضيه التسريب، لانه العجيب بقى انه الصحفي نفسه المعد في قناه الزمالك يرجع يكتب في جرانه تاني انه في اتجاه لتخفيف العقوبه بعد تسريبها، ودي مصيبه تانية في حق لجنه كبيره. لو تحريض بقى ليه؟ لانه مبدئيا لا يليق ابدا بلجنه زي ما قلت لكم فيها قامات قانونيه كبيره هتغير رايها لمجرد ان الخبر اتسرب. ده تسريب الخبر في حد ذاته تجرؤ، اصطناعه لو مش صحيح تجرؤ اخطر، تخفيفه علشان اتسرب مصيبه ثالثه. قولوا لي فين الحساب في الكلام ده؟ اهو اتحاد الكرة يدرس، على فكرة مش اتحاد الكرة اللي بيدرس، اتحاد الكرة ملوش علاقة بالموضوع أصلا. دي لجنة انضباط وقيم وأخلاق منفصلة عن اتحاد الكرة. وأنا هقول لكم مشروعيتها المنقوصة جت منين. لكن بقت الاتحاد هو اللي بيدرس كمان. لا ده كله فبصوا ده 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 إيحاء يا أستاذ إبراهيم. أه. هو عايز إن يبقى في عقوبة، أصلا محدش قال لسه في عقوبة ولا مفيش عقوبة. كويس؟ فهو اما يقول لك 8 بعدين يقول لك اتخفضت بقى 6، قال يعني كده جمهور الاهلي هيقبل، وبالتالي يبقى كده الاهلي كمان الجامل. انت في منتهى الخطوره، نفس الطريقه اللي بيعملوها في كل مره الاهلي يجي يلعب ماتش مهم. واصبح ده وضع محتاج التحقيق بقى. يعني انا يعني مش قادر افهم كيف لاحد ان يذكر النادي المنافس بهذا الالحاح المستمر قبل مباراة وبتزييف الحقائق في كل مرة دون حساب. طيب هنا يعني نقف عند فكرة بس لجنة التظلمات، لجنة الانضباط والقيم والأخلاق. اللجنة أصلا كان رئيسها المستشار محمد عبد صالح اللي استقال مع كل السادة أعضاء اللجنة اللي معاه، ودي كانت لجنة منتخبة من 2019. ايه الاصل في لجان الاتحاد؟ اللجان القانونيه ذات الصفه الاستقلاليه. اولا لجان زي لجان فض المنازعات، واللجنه الانضباط والقيم والاخلاق، ولجنه التظلمات والاستئناف، دي كلها لجان قانونيه ذات صفه استقلاليه عن مجلس اداره الاتحاد. ليه؟ لان هي يمكن ان تعاقب الاتحاد نفسه، ومن الممكن تسائل وتاخد عقوبات ضد مجلس اداره الاتحاد نفسه. انا هنا مش بجيب كلام من عندي. لائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم اللي نشرت في الوقائع المصريه وتم العمل بها رسميا من بالظبط اول ديسمبر 2021. دي لائحه النظام الاساسي يا جماعه اللي بتاعه الاتحاد المصري المعتمده من الفيفا. اللائحه ديت بعد اعتمادها في 2021 نظمت العمل في الاتحاد بكل نظام، ده الاعلام بتاعها في نشرها في الوقائع المصريه. اللجان دي المفروض منتخبه، وحطوا تحت كلمه منتخبه 20 خط. محدش له سلطه تعيينها، لا مجلس اداره الاتحاد ولا السيد الوزير ولا اللجنه الاولمبيه، الجمعيه العموميه فقط هي اللي تنتخب هذه اللجان. ده النص الصحيح والصريح في لائحه النظام بيقول: ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بضمان إيه؟
انتخاب أعضاء الهيئات المستقلة من خلال جمعية عمومية غير عادية. إذا لزم الأمر، يعني ما عندكش جمعية عمومية قريبة عادية، اعمل لها جمعية عمومية غير عادية عشان تنتخب هذه اللجان المستقلة، لأنه ما حدش له سلطة تعيينهم. وإلا لو جمال علام ومجلس إدارته لهم سلطة تعيينهم، أو الوزير له سلطة تعيينهم، من يملك سلطة التعيين؟ يملك سلطة الإقالة أو الإبعاد أو التأثير. لكن دي لجان ذات صفة استقلالية لأنها جهات قانونية، ويقوم مجلس الإدارة بتنظيم الانتخابات الأولى لأعضاء الهيئات المستقلة والإشراف عليها لحين تشكيل لجان انتخابية بشكل سليم، وذلك وفقا للائحة الانتخابية بالاتحاد. إذن الأصل في هذه اللجنة أنها لجنة منتخبة. لجنة المستشار محمد عبد صالح بتكوينها كلهم سادة مستشارين في الخدمة، فلما حصل تطاول وتجاوز في حقهم كان قرار المجلس الأعلى للقضاء مفيش قضاة يشتغلوا في اللجان ديت وكله ينسحب، قضاة عاملين، قضاة عاملين، فأصبح الكل مشي. حتى لجنة التظلمات والاستئناف اللي بيرأسها المستشار العادل الشرباجي وهو في المعاش كان معاه مجموعة تشكيل من السادة القضاة العاملين، هم الاخرين استقالوا. هنا بقت لجنة التظلمات مش موجودة، لجنة القيم قصدي، لجنة القيم والأخلاق والانضباط مش موجودة، إلى أن أعلن السيد وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة، واستقبل السادة الأعضاء الرئيس والأعضاء المستشار عزت خميس والمستشار محمد شيرين فهمي نائب ليه، وكلهم قامات قانونية كبار جدا، بس كلهم بره الخدمة في المعاش. اللجنة دي أعلن عنها السيد الوزير وبدأت العمل كده، هي لجنة معينة. فأول حاجة الكلام ده من مشروعيته في مجلس إدارة الاتحاد هنا تحتيها خطوط. لا، ما هو كان ينبغي عقد جمعية عمومية، ما هو المادة بتقول لك كده عند الضرورة. لا، جمعية عمومية غير عادية إذا لازم الأمر. ما هو لازم الأمر إذا، أيوه، ما هو دلوقتي لازم الأمر. طيب أنت قال لك إحنا من حقنا نعين وفقا للائحة، اللائحة قالت لك إيه؟ لو استقال رئيس أو عضو يتعين حد مكانهم لحين عرض على اقرب جمعيه. هنا ما استقالش عضو، ده اللجنه كلها مشيت فما بقاش في لجنه، فتم تعيين لجنه. التعيين في حد ذاته يحط خطوط كتيره على ما يصدر عن اللجنه ذات التشكيل، القضاء الاجلاء الكبار. هنا في مثل للمشروعيه بتاعتها، اي احكام تصدر منها او اي قرارات تصدر منها قابله للطعن فيها، لأن دي مخالفة صحيحة وصريحة للائحة النظام الأساسي. إنك الأصل في المسألة الانتخاب، الجمعية العمومية اللي تجيب الجمعية، اللي تجيب اللجنة. مفيش جمعية عمومية عادية، اعمل جمعية عمومية غير عادية لأنه الأمر لازم ده بالنص اللي أنت بتقوله. فالكلام على مشروعية اللجنة محتاجة مراجعة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، لأن هو كمان المنتخب. المفروض بتجيله ترشيحات لسادة قضاء أجلاء أو قانونيين وبيعرضهم على الجمعية العمومية لانتخاب هيئة منهم. ما حصلش ده، يبقى نحط خطوط وننتظر. هل تضمن ده فكرة، احنا بنناقش الموضوع وانا قلت نفس الكلام ساعتها، قلت لك يجوز هو التعيين لحين استدعاء الجمعية العمومية لتقرير الانتخاب. هل تضمن قرار التعيين الإشارة إلى مع ضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد تشكيل لجنة منتخب؟ هل تضمن قرار، وأنا ساعتها قلت هذا الكلام وتساءلت في هذا الأمر، هل تضمن قرار كده؟ إذا كان تضمن كده هيقول لك ما احنا لسه ما عملناش الإجراء. شوف، أنا وقتها لما تعينت المجموعة سيبنا برضو من وجود السيد الوزير في الكادر، لأنه ده كلام مش قانوني، لأنه وجود وزير في التشكيل لجنة لها استقلالية هيعتبر تدخل حكومي. كان المفروض الاتحاد هو اللي يعمل كده، الاتحاد اللي يعمل كده، والاتحاد اللي يدعو لانتخابهم مش لتعيينهم أبدا. أستاذ جمال علام سألته وقتها الكلام ده، فهمها لي من الناحية القانونية، فقال لي لا، ما هي الجمعية العمومية اللي فاتت ما اكتملتش ففوضت مجلس الإدارة. قلت له لا، ده أكبر غلط تاني أنت بتقع فيه. ليه؟ أنت أدرى مني، الجمعية العمومية لما ما بتكتملش
بتفوض مجلس الإدارة في اعتماد ما كان موجودا في جدول الأعمال فقط، مش في الصلاحيات كلها، مش في الصلاحية المطلقة. أنت لا تنوب عن الجمعية في كل حاجة، لا. قلت له يا أستاذ جمال أنت تنوب عن الجمعية في مناقشة، في مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة واتخاذ القرار فيها، لكن أوعى تكون فاهم إن أنت حليت محل الجمعية العمومية كسلطة مطلقة، وإلا دي تبقى كارثة. الراجل ما جاوبش على أمل إن الناس مش هتتكلم ومحدش هيرجع ولا حد هيسأل. هنا عايزة ضبط قانوني، لأن أنا قلت لكم أي حاجة هتصدر بهذا الشكل قابلة للطعن فيها. طب تطعن فيها تروح فين؟ تروح مركز التسوية وفض المنازعات اللي هي المحكمة الرياضية. طب دي تتعطلت بحكم المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أخيرا قالت إنه مركز التسوية يجمد لحين وضع لائحة من قبل الحكومة. اعترضت المحكمة الدستورية على إنه مركز التسوية عشان ياخد صفة محكمة لازم لائحته تعتمد من مجلس النواب كجهة تشريعية. طب مين اللي يقدم مشروع اللائحة لمجلس النواب؟ الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة. ما تعتمدش من اللجنة الأوروبية. حصل ولا ما حصلش؟ لحد الآن ما حصلش. فمركز التسوية مجمد. عرفت أنا بس. طب اللي يتضرر من ده يروح فين؟ هيروح مجلس الدولة. ضد اي احكام هيقول لك رحت تدخل للقضاء. لا 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 لا، عشان كده انا لمست هذا الامر وكل الامور المتعلقه بالكوره تساءلت هذا، هو مين صاحب الكوره؟ مين اللي يقدر ياخد قرار يتسق مع اللوائح ويبقى في قدر من الشفافيه والاجابات المباشره على كل سؤال؟ ليه الغموض ده؟ لمصلحه مين الغموض ده؟ مين اللي قاعد مستني عشان في الدربكه دي يقعد يفصل دي على ده ويفصل دي على ده ويفصل دي على ده؟ ليه؟ طيب ده من الناحيه القانونيه وكينونه اللجنه، بكل الاحترام والتقدير للساده القضاء الاجلاء اللي فيها وكلهم قامات رفيعه المستوى، لكن احنا بنتكلم على الاجراء اللي تم. بالنسبه للكهرباء تكلم عن الناحيه الشكليه، الناحيه القانونيه لتشكيل اللجنه ازاي تكون شرطا منتخبه؟ يعني كل دول تتقدم بيهم التشكيل للجمعية العمومية والجمعية العمومية على فكرة تديهم ثقتها. كان زمان لو انت دعيت في ساعتها كان زمان اعتمدت واديتها المشروعية الكاملة. بالظبط كده. ما كانش حد هيقول لا. بالظبط. لان القامات الموجودة ما فيش احسن منها. ما حدش هيراجع عليهم، لكنه الاجراء انه يجوا بالانتخاب مش بال، احنا تفائلنا لما شفنا الاسماء، لما تشوف الاسماء والخلفيات القانونية الكبيرة جدا لكل واحد من حضراتهم، لا تتفائل ان دي لجنه فعلا هتقر النظام والانضباط، لكن تيجي ازاي؟ تيجي بشكل قانوني، تيجي بالانتخاب، لان احنا في لائحه نظام اساسي هي اللي نافذه وهي اللي تحترم. كهربا في حد ذاته، كهربا اتهم من قبل مرتضى منصور انه قال الفاظ نابيه للجمهور بتاع الزمالك وحرض جمهور الزمالك في مباراه الاهلي والزمالك، قدم شكوى بكده. كهربا مقدم شكوى والنادي الاهلي مقدم شكوى ان لاعبه تعرض لتجاوزات فجه جدا واساءات وشتائم وقدم الدليل عليها. الدليل المتهم بيه كهربا انه هتف قدام الجماهير، هو كان قدام جماهير النادي الاهلي. كان قدام جماهير النادي الاهلي. واللي حصل بعديها، اللي حصل بعديها على طول ده دافع عن نفسه وده وجه الاتهام. هنا حتى الالفاظ، المحامي مع كهربا لما راح قدم فيديو يدل ان كهربا ما تجاوزش، الطرف الثاني الشاكي قدم فيديو يقول ان كهربا اخطا. في الحالتين هناك تاويل للالفاظ مش تاكيد للالفاظ، يعني حتى التفسير تفسير لكلمات مؤوله مش كلمات صريحه. لو اعتبر ان ده اثاره للجماهير المفروض ما فيش نص، ما فيش عقوبه الا بنص. دي مباراة كانت في الدوري الممتاز يا باشمهندس، اللي بيديرها مين؟ رابطة الأندية اللي ليها لائحة. نسيت أقول لكم إنه لجنة الانضباط والقيم والأخلاق لغاية دلوقتي ما لهاش لائحة. وده غلط قانوني برضه. لائحة النظام نصت على إنه اللائحة اللجنة يكون لها لائحة تشتغل بيها، لأنه ما حدش هياخد عقوبة من نفسه. فما لهاش لجنة الانضباط ما لهاش لائحة حتى الآن. ناهيكم على الشكل. طب ليها مرجعية في حاجة؟ ما حدش بيرد، ما هو ده برضو جزء من اللي انت قلته في البدايه، ما حدش بيوضح، ما حدش بيرد ويقول الشكل الحقيقي ايه، فتسيبوا المساله للغموض. كهربا في لائحه
عامر حسين لجنه لائحه المسابقات اثاره الجماهير عقوبتها 4 مباريات. اثاره الجماهير لو اعتبرت ان ده اثار الجماهير عقوبته 4 مباريات، ده اللائحه الوحيده الموجوده، غير كده مفيش لائحه. دي لائحه الرابطه، دي لائحه الرابطه بتاعت المسابقه اللي هي مش بتنظر في الامر، اللي هي ما نظرتش في الامر لان ما شافتش فيه مشكله. انت كان عندك مراقبين موجودين في مباراه القمه، ودي على فكره بتبقى مراقبه من اكتر من شخص، ما سجلوش اي ادانه الكهرباء، والا كانت واقف 4 مباريات وفقا للائحه. ده ما حصلش. طب ما حصلش من خلال اداره المسابقه المسؤوله، يحصل من خلال لجنه التظلمات لما يتعرض عليها، او لجنه الانضباط لما تتعرض عليها الشكوى ديت والشكوى دي. الامر فيه عوار قانوني يحتاج لتفسير، ما يحتاجش ابدا لهذا التجاهل من قبل الاتحاد، سواء بترك الامور للتجرؤ الصحفي على النصوص اللي بتطلع او العقوبات، ثم يتقال اصله هتتخفف، اصله اتسربت، اصله إذن وكله عوار. اذا استاذ ابراهيم الخص ما قلته في مجموعه من الطلبات البسيطه الواضحه عشان ما نعملش احنا كمان هذا القدر من الغموض. سرعه تقنين الناحيه الشكليه للجان، للجان الاتحاد، وخصوصا لجنه الانضباط ولجنه التظلمات. فورا ادعي جمعيتها الجمهوريه واطرح القامات القانونيه الرائعه دي عليها، والناس هتقول لك اوكي واعتمد تشكيلها. سرعه عمل اللائحه عشان كل واحد يبقى عارف حتى لما يعمل ايه هياخد كام. انت موجه لك كذا، انت عارف العقوبه اللي هتاخدها، ما تبقاش مسائل تقديريه وجزافيه وحسب قناعات او تحت ضغط الراي العام. نمره 3، هو مين اللي اتاخد بتقريره؟ زي ما انت قلت، لا الحكم قال، لا المراقب قال، لا اداره المسابقات ولا اداره المسابقات قال حاجه. هنقول ان في حاجه حصلت من ورا كل دول، مفيش حاجه محدده حاسمه بتقول اللفظ ده صدر عنه ومعناه كذا. بس لو غلطان يتحاسب، ويتحاسب بايه؟ باللائحه اللي موجوده. وما اظنش ان في حاجه تقتضي ان احنا نتجاوز اللوائح المحطوطه، حتى لو كانت للجنه مسابقات او لا او الرابطه، عشان الا لو انت ناصص على كده. الموضوع مش موضوع ايقاف لاعب، او الموضوع انك انت دايما في لغط وفي جدال وفي شعور بالتحامل على جهه ضد جهه، وفي شعور بمجامله، دايما في هذا الشعور. اللي بي بي بيتحسب عليه حاجه بيشعر انه مظلوم، والتاني ليه؟ لان مفيش وضوح. مطلوب يا جماعه تقولوا لنا مين المسؤول عن الكره المصريه. والمساله بسيطه جدا، يعني انت لا انا وحضرتك او اي واحد لما موجود في الاتحاد ده، ايه اللي مخليهم مستسهلين ان الفوضى دي تستمر؟ ليه مفيش حد بيقول اعملوا 1 2 3 4؟ ايه هي دي؟ عايزه خبرات عاليه قوي، مش عايزه خاصة ان انت سألت الرجل الاول عن الكرة المصرية الاستاذ جمال علام، سألته يعني نبهته، كان ممكن يرد عليك ويقول لك فورا هنعمل دعوة ما قالش. طب ما قالش ليه؟ لصالح مين؟ هنفضل كده لامتى؟ هنفضل كده مش عارفين ايه اللي حصل في ازمة القيد بتاعت الزمالك؟ طب ليه ما تأيدش؟ طب ليه تأيد وازاي تأيد افريقيا وهو ما تأيدش؟ طب دفع ولا ما دفعش؟ طب في لجنه ولا مفيش؟ طب ما حدش بيجاوبك على حاجه. ايوه بس هي كده خلقت الازمه بالطريقه دي واتحلت بالطريقه دي وما تسالش. تعرف ان اللائحه دي نفسها بتقول ان اللجنه، لجنه المفروض اللي خدت القرار بالقيد، صحه قراراتها ان تصدر قراراتها بحضور 3 اعضاء بينهم الرئيس او النائب. وما فيهاش، مفيش الا شخص واحد، المستشار عادل شوربكي. ما هو زي ما كان في اتحاد بيضرب بشخص واحد. بص يا استاذ ابراهيم، ما انت بتفوت دي هتفوت دي هتفوت دي، هتبني على غلط وعلى راي اللي قال ما كنتوا تقدروا تفوتوها. صحيح. ما هو الراجل متعود على كده، قال لك هو ايه؟ ما كان ممكن تفوتوه، اهي فاتت يعني. يبقى في الموضوع ده كله كهرباء. اكتر لاعب في الكام سنة الأخيرة تعرض للإساءات، أكتر لاعب تعرض للتجاوزات،
أكتر لاعب تعرض هو وأسرته للكثير من التطاول وللعبث في حقوقه والعبث في حقوقه ومس أوراقه وحاجات كتيرة جدا اتظلم فيها. لكن لما يتعرض لكل ما تعرض إليه من إساءات على مرأة ومسمع من الجميع هو وأسرته، مفيش أي عقاب، لكن بمجرد ما يؤول لفظ قاله يعاقب، ويعاقب بعقوبة ما احناش عارفين كان الهدف منها تسريب ولا تخريب للفريق قبل مباراة مهمة. السؤال مطروح. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنسافر مع بعض إلى بريتوريا. أهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت إطلالة أولى على موضوع كهربا وموقفه، لكن الحدث الكبير من بريتوريا يبقى الكلام الكثير منه في الغربال. حضورها شرط أكيد. روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المباريات الصعبة والتحديات الشرسة يبقى الرهان عليها أكيد. مطلوب الروح العالية اللي هي بتقود الانضباط، بتقود قدرتك انك تلعب 90 دقيقة بنظام محكم، وأيضا مطلوب التوفيق. ايوه. ومطلوب التخطيط الذكي، تتعامل مع المباراة ازاي، ومطلوب التغلب على الصعوبات. ايه هي الصعوبات؟ أول حاجة الأكسجين. انت بتلعب في المرتفعات والأكسجين يعني هيبقى مش أحسن حاجة. نمرة 2 توقيت المباراة. نمرة 3 طبعا الحضور الجماهيري اللي هيبقى بشكل مختلف، لأن بيقال إن هتبقى في شكل مهرجاني، احتفالية، موسيقى، غناء، دعوة مجانية للاحتشاد. فده أجواء ممكن تاخدك بعيدا عن تركيزك عن المباراة. إذا قدرت تتعامل، وكويس إن في معد نفسي دلوقتي موجود مع الفرقة، وإنك تعالج المشكلات دي وتواجهها إزاي بدري بدري، وتتحسب لها، وتتحسب إنك ممكن تنزل يخش فيك جون او انك تجيب جون. او هنشوف المنعطفات والتفاصيل في بريتوريا في بعثة الاهلي. معنا من هناك الزميل فاروق صلاح، موفد قناة الاهلي. اسالني قول فاروق صلاح ده بس المطلوب. يلا عم فاروق. برحب بالاستاذ ابراهيم البنيسي، وبرحب بالمهندس عبد القيعي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اعتقد المهندس عادل القيعي اختصر امور كتير جدا احنا ممكن نتكلم فيها في كلامه ويعني اطلالته عن هذه المباراه. استاذ ابراهيم منيسي برضو قلت مباراه روح الفانيلا الحمراء، وهي دي بالفعل اللي احنا محتاجينها في هذه المباراه. طيب قول لي يا فاروق، الاجواء من اول ما اتحركتوا امبارح تفصيلا كده للجمهور، من اول ما اتحركتوا من الملعب التتش بعد التمرين لغايه الترانزيت في اسوان للوقود ثم معاوده الاقلاع، الرحله كانت قد ايه واجواءها قد ايه؟ حط الجمهور معاك في الصوره كامله. قعدنا قد ايه في اسوان، وهل اللعيبه نزلت الطياره ولا لا؟ ابدا من التتش اتفضل. يعني خليني ناخد يعني الرحله من البدايه يا استاذ ابراهيم. بالفعل هي رحله طيران استغرقت اكثر من 9 ساعات. بدات رحله الطيران على متن طائره خاصه طبعا، ومجلس اداره النادي الاهلي ودور وتوفير طائره خاصه في هذه الرحله لبعثه فريق النادي الاهلي. كان في توقف لمده 45 دقيقه داخل الطائره في مطار اسوان للتزود بالوقود. طبعا اللاعبين لم يستطيعوا مغادره الطائره او البعثه طبعا انها تغادر الطياره. مكث الجميع في الطائره لمده 45 دقيقه ثم الاستمرار في الطيران نحو جوهانسبرغ وجنوب افريقيا. يعني على مدار الساعات في الطائره امور كتير جدا اللي احنا لامسينه. مستر مارسيل كولر على مدار ال 8 9 ساعات في داخل الطائره، اللي يعني كل وقت تروح تعدي على مستر مارسيل كولر قاعد بيتابع بيتفرج على مباريات فريق سان داونز. ليست المباريات في دوري ابطال افريقيا فقط، ولكن مباريات فريق سان داونز في الدوري في جنوب افريقيا. احاديث جانبيه الاستاذ طارق
رئيس بعثة فريق النادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي بيطمن بنفسه على كل فرد داخل بعثة فريق النادي الأهلي أجواء يسودها التركيز الحماس اللي موجود عند اللاعبين. زي ما حضرتك قلت أستاذ إبراهيم والمهندس عادل القيعي، هي مباراة شخصية لعيبة النادي الأهلي وشخصية وروح الفانيلا الحمراء، وده اللي احنا لمسناه على مدار يعني التسع ساعات في الطائرة. اللعيبة كلها عارفة قيمة هذه المباراة. حدثنا مع بعض اللاعبين، اللعيبة يعني قالت مش هنفكر في مباراة القطن الكاميروني، احنا تركيزنا بينصب فقط على مباراة صن داونز، وعارفين انها محتاجين فيها نتيجة إيجابية، محتاجين ان احنا نحقق الفوز في هذه المباراة لأنها أهم مباراة في مشوارنا هذا الموسم. كان الوصول طبعا إلى مطار جوهانسبرج في تمام الساعة 12 بالليل، طبعا كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي معالي السفير أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا، اللي قام بدور في تنسيق كافة الأمور طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الأستاذ طارق أنديل، الكابتن سمير عدلي، يعني قبل قدوم بعثة فريق النادي الأهلي. كان استقلالنا لحافلة من جوهانسبرج إلى بريتوريا في طريق استغرق ساعة ونصف، كان الوصول إلى فندق إقامة الفريق تقدر تقول يعني دقايق، وكان تم تسكين اللاعبين في كل لاعب في غرفته، مجهود كبير جدا بيقوم به الطاقم الاداري في النادي الاهلي في تنسيق هذا الامر. ابتدى النهارده طبعا يومنا استاذ ابراهيم المهندس عدلي، ابتدى بوجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا، ثم وجبه الغداء اللي كانت في تمام الساعه 2 ظهرا، ثم التحرك الى ملعب جامعه بريتوريا، وملاعب جامعه بريتوريا واحده من الملاعب المميزه جدا هنا في بريتوريا. وخلينا اقول لك ان بريتوريا هنا هي معقل جماهير صن داونز، هي المكان طبعا اللي بتجمع فيه اكبر عدد من جماهير ماميلوديو صن داونز هنا بريتوريا. الملاعب اللي بيأدي عليها التدريب النادي الاهلي بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 25 دقيقه في طريقنا، يعني احنا في الطريق لملاعب التدريب. كان في ملعب لوفتس اللي هيستضيف احداث اللقاء، وبالمناسبه هو بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق، واحد من افضل الملاعب اللي هنا في جنوب افريقيا. وبالمناسبه هو شهد لقاءين من قبل، واللقاء يوم السبت ان شاء الله هيكون اللقاء الثالث. اللقاء الاول كان في عام 2001 ومباراه الذهاب للدور النهائي اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ثم مباراه 2007 اللي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المباراه باذن الله. ثم طبعا التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملاعب جامعه بريتوريا، مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين في قبل انطلاق المران، طبعا اتكلم على اهميه هذه المباراه وحفز واشتغل على الدوافع النفسيه، دوره ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان في هذا الامر وخلق الدوافع، وازاي ان انا استحضر شخصيه النادي الاهلي وتجاوز الصعوبات اللي اكد عليها طبعا المهندس عادل القيعي. طيب الصعوبات اللي انت لازم تتاكد عليها وتتجاوز هذه الامور. وبالمناسبه طبعا يا باشمهندس زي ما حضرتك قلت ان وجود معد نفسي، ايضا وجود طبيب التغذيه بالنادي الاهلي اللي كان ليها حديث معاه طبعا يعني اثناء وجبه الغداء، قال ان معظم الاغذيه اللي بيتناولها لعيب النادي الاهلي اغذيه بتساعد على زياده نسبه الاكسجين في الجسم وضخ الدم بالنسبه للاعبين، كلها بتعتمد على المغنيسيوم الحديد النترات، طبعا الارتفاع المكان عن سطح البحر ايضا نقص الاكسجين، وبالتالي كل الاغذيه اللي هيتناولها اللاعبين حتى موعد المباراه واثناء فتره اقامتنا هنا في جنوب افريقيا كلها بتعتمد على العناصر اللي تزود نسبه الاكسجين في الدم طبعا وتعالج نقص الاكسجين. طبعا المران امور كتير جدا يعني مستر مارسيل كولر بيشتغل عليها في هذه المباراه. طبعا المهندس عادل القيعي عارف ان احنا طبعا مش هنتطرق لاي نقاط فنيه او خططيه زي ما احنا متعودين، لكن عايز اطمنك على حاله اللعيبه اللي كانت مصابه خلال الفتره الماضيه. النهارده طبعا عمرو السوليه بيؤدي التدريب بالكامل، بطمنك على عمرو السوليه، ايضا احمد عبد القادر، بطمنك على احمد عبد القادر اللي ادى التمرين بالكامل، ايضا خالد عبد الفتاح، حسين الشحات شارك في جزء من المران، وده طبقا للبرنامج الموضوع من الدكتور احمد ابو عبلم بالتنسيق مع مستر مارسيل كولر، لكن من الغد ان شاء الله حسين الشحات هيشارك في المران بالكامل. تقدر تقول ان الحاله الطبيه بالنسبه للعيب النادي الاهلي اطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبلم على الجاهزيه الطبيه للاعبين ان شاء الله. تتبقى طبعا الرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر في هذه المباراه والاستعانه بايا من اللاعبين عقب العوده طبعا من الاداء التدريبات. طبعا مستر مارسيل كولر خصص في المران بعض الامور يعني
بعض اللاعبين في فقرات على الكرات الثابته للاعبي النادي الاهلي، اللي يعني بعض العناصر اللي مستر مارسيل كولر بيشتغل مع بعض اللاعبين لاستغلال هذه النقاط في هذه المباراه. عقب العوده طبعا كان مستر مارسيل كولر في تمام الساعه 7:30 عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين. في هذه المحاضره طبعا اتكلم على امور كتير جدا، عرض بعض الفيديوهات الخاصه بمباراه المقاولون العرب ومباراه السابقه للنادي الاهلي، وايضا مباريات المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الاهلي وفريق ماميلودي سان داونز. اتكلم مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه وضروره التركيز على كل التفاصيل الصغيره، لان هذه المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه. ثم طبعا تناول اللاعبون وجبه العشاء وسريعا خلد كل لاعب الى الصعود الى الغرف. عايز اتكلم برضه يا استاذ ابراهيم على الدور اللي موجود سواء من الجانب الاداري سواء من البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي اللي بتوثق كل الامور بدءا من التحرك الوصول. دور كبير جدا للبعثه الاعلاميه للنادي الاهلي طبعا، وان احنا نحط جماهير النادي الاهلي في الحدث سواء من خلال شاشه قناه النادي الاهلي او مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه باداره اعلام النادي الاهلي. اعتقد ده دور مهم جدا. لو حضرتك حابب نتكلم او قبل ما نقفل هذا الامر، لا انا عايز اسالك بس غدا باذن الله انا موجود، عايز اسالك على ثلاث حاجات: موعد المباراه، الطقس المتوقع، مدى الاهتمام الشعبي والاعلامي بهذه المباراه. اتفضل. يعني خليني يا استاذ ابراهيم هاخد النقطه الثالثه يا استاذ يا باشمهندس عادلي، المدى الاهتمام الاعلامي والاهتمام الشعبي. خليني اقول لك برضو من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي حصريا ان احنا نقول هذا الخبر، ان هوجو بروس المدير الفني البلجيكي لمنتخب المنتخب الجنوب افريقي اختار 10 لاعبين من جانب فريق ماميلودي سان داونز للانضمام للمعسكر المنتخب اللي هيكون في الاسبوع الاخير طبعا من شهر مارس، هيخوض خلاله مباراتين امام فريق ليبيريا يوم 24 و28، وطبعا بينضم لهم ايضا بيرستاو لاعب النادي الاهلي. الاحاديث الاعلاميه اللي اتكلموا على هذا الامر ليه اختيار 10 لاعبين من فريق ماميلودي سان داونز، كل الحديث اللي تم يعني تناولته وسائل الاعلام هنا في جنوب افريقيا ان هم حابين يكرروا فكرة وتجربة المنتخب المصري مع النادي الأهلي في كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 لما كان القوام الأساسي كله من النادي الأهلي. قالوا إن هذه الأمور بتساعد على الانسجام في ما بين اللاعبين، استغلال الدفعة المعنوية عند هذه اللاعبين. لذلك لجأ هوج بروس المدير الفني لتكرار تجربة المنتخب المصري مع النادي الأهلي. الوسائل الإعلامية بتتكلم إن لقاء الأهلي مع ماميلودي سان داونز أصبح واحدة من ثوابت المعتادة في دوري أبطال إفريقيا، أصبح واحدة من كلاسيكيات دوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة أستاذ إبراهيم إن فريق سان داونز مش من الفرق الشعبية اللي بتتمتع بشعبية جارفة هنا في جنوب إفريقيا نسبة طبعا إلى فريق أورلاندو أو فريق كايزر تشيفز، ولكن مع حضور النادي الأهلي بيزيد الاهتمام طبعا بالمباراة لقيمة ومكانة النادي الأهلي. الجميع بيتكلم إن هذه المباراة خلاص إحنا تعودنا عليها إن هي تبقى مباراة في دور المجموعات، لكن وجود النادي الأهلي وإن النادي الاهلي بيبقى دائما المرشح الاول لللقب واحده من الامور اللي بتزيد من الاهتمام بهذه المباراه. التوقيت او درجه الحراره يا استاذ ابراهيم المباراه هتكون في تمام الساعه 3:00 عصرا ونفس توقيت القاهره. انا عايز اقول لك ان التوقيت في القاهره نفس توقيت في جوهانسبرج، المباراه هتكون بتمام الساعه 3:00 بتوقيت البريتوريا نفس توقيت القاهره. درجه الحراره اثناء يعني توقيت المباراه هتكون ما بين 30 ل 33 درجه مئويه. طبعا تقرر مسؤولي فريق سان داونز ان هم يفتحوا ابواب المدرج او ملعب لوفتس للجماهير مجانا وحضور الجماهير، وبيتعمل حجد. يعني الامور كلها هنا بنشوف في حجد، اهتمام كبير جدا بحجد الجماهير، في حفل غنائي طبعا هيكون قبل المباراه من اجل حضور المزيد من الجماهير. كل الامور اللي الاعلام بيتكلم ان النادي الاهلي قيمته ومكانته هي اللي بتخلي فريق ماميلودي سان داونز انه يزود من هذه الامور، يكون موجود عدد كبير جدا من هذه الجماهير في هذه المباراه. طبعا عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا، ان طاقم التحكيم السنغالي يعني تم تحديد طاقم تحكيم سنغالي بالكامل لاداره هذه المباراه طبعا بقياده عيسى صا حكم الساحه، هيعاونوا الحجي مالك ده مساعد الاول ونوها بنجورة المساعد الثاني والحكم الرابع البرت ديوف. ويعني الطاقم ده كان ادار لقاء فريق الزمالك امام شباب بلوزداد في الجوله الاولى من
من دوري ابطال افريقيا. الاجواء واللي احنا لامسينه بقى ايضا من اللاعبين، اللعيبه مركزه جدا يعني في هذه المباراه. نتمنى ان الامور تنعكس على ارض الملعب ونشوف مردود ده في ارض الملعب. لعيبه الاحاديث الجانبيه، كل اللاعبين عارفين قيمه واهميه هذه المباراه. حديثنا ايضا مع بعض المصريين المقيمين هنا في بريتوريا، الاجواء قبل قدوم بعثه النادي الاهلي هدوء تام في بريتوريا، مع وصول بعثه النادي الاهلي حاله من الانتعاشه بيعيشها هنا مدينه بريتوريا لوجود النادي الاهلي. الجميع في اي مكان بنروح عارف النادي الاهلي، كتير جدا من الجماهير طبعا اللي بتشجع فريق اورلاندو او كايزر تشيفز طبعا بتتمنى الفوز للنادي الاهلي وبترشح النادي الاهلي ل اللقب. امور طبعا يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي نتمنى ان شاء الله نشوف مردودها في ارض الملعب من جانب لاعبي النادي الاهلي، اللي بطمنك ان شاء الله ان هم يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. طيب البرنامج بكره ايه يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم ان غدا بمشيئه الله طبعا برنامج الفريق هيكون فيه تناول وجبه الافطار، هتكون في تمام الساعه 9، ثم الاجتماع الفني لهذه المباراه يكون في تمام الساعه 12 ظهرا، ثم هيكون يعني اداء صلاه الجمعه في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ثم التوجه الى ملعب لوفتس هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ورولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز، ثم هيكون التدريب الاساسي للنادي الاهلي على ملعب لوفتس اللي هيستضيف احداث اللقاء هيكون في تمام الساعه 3. طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الاستاد بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق، وهيكون ده طبعا التدريب الاخير للنادي الاهلي على الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء. خليني اقول لك ان الاستاد ده بيتسع يعني بتقدر بالتحديد 51,000 متفرج. من المنتظر حضور جماهيري هيتجاوز ال 25 او 30,000، ومن المنتظر ان هو يعني يمتلئ عن بال 40,000 او تكتمل الساعه الرسميه للملعب لوفتس بكل جماهير فريق ماميلودي سان داونز، اللي زي ما قلنا بيتعمل شحن وحشد جماهيري كبير جدا طبعا، وتوزيع تيشيرتات خاصه بفريق ماميلودي سان داونز على الجماهير. تلاقي الاعلان بتاع تذاكر المباراه تم يعني اداره فريق ماميلودي سان داونز اشترت كل التذاكر طبعا. انت عارف زي ما صرح لنا معالي السفير احمد الفضلي ان الاتحاد الافريقي بيقرر وجود تذاكر لاي مباراه، اداره ماميلودي سان داونز اشترت كل التذاكر ووزعتها مجانا على كل الجماهير. نتمنى ان العوامل دي كلها تكون ايجابيه ان شاء الله لصالح لاعبي النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيكونوا في كامل تركيزهم. انا بطمن حضرتك جدا يا باشمهندس، بطمن الاستاذ ابراهيم المنيسي، بطمن جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المباراه ان شاء الله تعالى. يا فاروق عندك اي اضافات تانية في الاجواء بتاعه البعثه مع الاستاذ طارق انديل؟ يعني انا عايز اقول لك ان الاستاذ طارق انديل في كلامي معاه ان الكابتن الخطيب تابع طبعا بيتابع كل كبيره وصغيره للاطمئنان على بعثه فريق للنادي الاهلي. الاستاذ طارق انديل اجتماعاته المستمره مع معالي السفير احمد الفضلي للاطمئنان على كافه الامور، التنسيق، الترتيب. ايضا عايز يعني الترحيب اللي بنشوفه برضو هنا من المسؤول البعثه، من مسؤول السفاره المصريه، من جانب الجماهير اللي موجوده، التيسير لكافه هذه الامور اللي نتمنى تستمر ان شاء الله ليوم المباراه. قيمه النادي الاهلي ومكانته اعتقد يا استاذ ابراهيم بتبقى بالنسبه لنا في اي مكان بنروح بنتكلم على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كتير جدا عارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف يعني ايه قيمه مكانه النادي الاهلي، عارف ازاي يستضيف النادي الاهلي، عارف يعني ايه النادي الاهلي. اعتقد بتبقى اسئله كتير ورسائل كتير، بنتمنى ان الجميع يقدر هذا الامر. في جنوب افريقيا الجميع بيتكلم على النادي الاهلي، بيتكلم على تجربه النادي الاهلي وتجربه المنتخب المصري، بيحاولوا يكرروا هذه التجربه. اعتقد ده ارث كبير جدا وميراث من النادي الاهلي بان احنا نشوفه ونشوف ان تجربه صنعها النادي الاهلي ومع المنتخب المصري، بيحاول هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ان هو يكررها مع منتخب جنوب افريقيا. فاروق بنشكرك على هذه الايضاحات الكامله وشكرا جزيلا ليك، ونتواصل معاك دايما في كل التفاصيل. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى بريتوريا مع بعثه تطور الفريق. فاروق طبعا بعيد عن النواحي الفنيه خلاص كله اخبار ومعلومات انت ماسك حاله ال تعقيباتك لا يعني شوف مؤكد ان يعني مباراه زي ما انت قلت مفصليه
هتكون بتحدد الى درجه كبيره جدا المشوار القادم للنادي الاهلي، حتى ترتيب المجموعه وحظوظ الفرق. لكن يبقى جنوب افريقيا واحده من الفرق، اي فريق بتروح تلعبه في جنوب افريقيا ناس يعني في رقي في التعامل، صحيح، في مركزين على الجانب الفني بيلعبوا، من حقهم يعملوا تذاكر ببلاش، يعملوا مزيكا، يعملوا، لكن ما يلجؤوش الى خلق المضايقات للمنافس. عايز اقول لك ان هي سياسيا واقتصاديا دي من دول العالم الاول مش الثاني، حتى الاول. يعني عايز اقول هو ده كره القدم. نافسني بمنتهى الحسم والقوه والحده، ولكن بمنتهى العداله والروح الرياضيه السامحه. طيب هقول لكم المجموعات لان البطوله مهمه جدا. المجموعه الاولى يوم السبت في بترو اتلتيكو الانجولي بيستضيف الوداد. الوداد حسن وضعه وتولى تدريبه جريده بعد ما تخلى عن المدرب التونسي. شبيبة القبائل عنده يوم السبت ايضا مباراه في ملعبه مع فيتا كلاب. المجموعه ديت الوداد حامل اللقب عنده 6 نقط، وبترو اتلتيكو وشبيبة القبائل الاثنين عندهم 4، وفيتا كلاب الكونغولي عنده 3 نقاط. جوله الخامسه فيتا كلاب مع الوداد 18 مارس، وشبيبة القبائل مع بترو اتلتيكو 18 مارس. المجموعه الثانيه مجموعه الاهلي. الهلال بقى عنده 9 نقط، سان داونز عنده 7، الاهلي عنده 4، والقطن لا شيء. الهلال من 4 ماتشات. الجوله الخامسه الجوله الجايه على طول خلاص الاهلي في ضيافه سان داونز، والقطن الكاميروني الهلال لعب معاه وكسبه. فالقطن الكاميروني مع الاهلي هيبقى يوم 17 مارس، والهلال مع سان داونز 18 مارس. المجموعه هنجيلها بالتفصيل وفرص الاهلي فيها عامله ازاي. حوريا كوناكري في المجموعه الثالثه اتغلب من الرجاء 3-1. الرجاء المغربي صعد ب 12 نقطه، ضمن الصعود اول المتاهلين، عامل بطوله بدايتها قويه جدا. وسيمبا التنزاني كسب فايبرز الاوغندي 1-0. اصبح الرجاء 12 نقطه وتاهل رسميا. سيمبا عنده 6 نقاط، لما يكون الرجاء عنده ضعف المنافس المباشر اعرف ان اتحسمت بالنسبه له. وحوريا عنده 4 وفايبرز عنده 4، عنده نقطه. المجموعه الرابعه مجموعه مشتبكه ايضا. الزمالك كسب الترجي 3-1 وانعش اماله، وبلوزداد كسب المريخ 1-0 وقرب. اصبح الترجي عنده 9 نقاط، بلوزداد عنده 6، والزمالك عنده 4، والمريخ عنده 4. هنا الفرص متاحه وقائمه للكل. الزمالك رايح يلعب مع بلوزداد يوم 17 مارس، والمريخ هيستقبل الترجي في ليبيا. الزمالك يحتاج يكسب بلوزداد في الجزائر، ويحتاج يكسب المريخ في القاهرة ختاما. أي نتيجة غير الفوز في المباراتين يكون الزمالك بره البطولة، ويشوف المريخ وبلوزداد مين اللي هيستفيد فيهم من كده. لكن فوز الزمالك بالمباراتين يضمن له التأهل. ده الوضع في هذه المجموعة الرابعة اللي أنا قلت لكم الترجي 9 وبلوزداد 6 والزمالك والمريخ 4. دي البطولة، دي المجموعة العربية كلها، يعني كل الفرق العربية الأربعة بتوعها هم اللي عندهم المنافسة الرباعية يا باشمهندس. الحقيقة موقف الأهلي والزمالك متشابه ومتشابك. الاثنين مش حمل يخسروا نقطة. أيوة. والاثنين يمكن الزمالك يعني إذا تجاوز بلوزداد هيبقى حظوظه كمان كويسة. أيوة. لأن آخر ماتش مع المريخ على ملعبه يقدر يعمل يعني نتيجة في ملعبه بقى، يعني يبقى مصيره في إيده. الأهلي ظروفه يعني أصعب شوية، لأن عنده ماتشين من الثلاثة اللي باقيين له بره. اتنين بره. واتنين بره في مناطق مرتفعة فيها نقص في الأكسجين. الأول مش هنتكلم على القطن، لو حصل هي نتيجة إيجابية سان داونز. بس أنا كنت طبعا حتى ترتيب الماتشات مش مش
مش لخدمة الأهلي أوي، لأن أنت لو كان الهلال و صن داونز بيلعبوا قبل الأهلي والقطن ما هماش عارفين النتيجة، كان هيبقى الماتش يعني حاسم بالنسبة للاتنين قوي. لكن ممكن جدا نتيجة الأهلي تساعد على نوع من الاسترخاء في هذه المباراة. ما بقولش ان حد هيفوت، لكنه على الاقل هيبقى اطمئنان. الدوافع، انا بتكلم على الدوافع تقل. ده كلام مهم جدا. الاهلي بيلقى كل الترحاب والمساعده من قبل السفاره المصريه في جوهانسبرج، سياده السفير احمد الفضلي، لقاء مع الزميل فاروق صلاح عن الاهلي واستضافته. اعتدنا فعلا ان احنا بقى نلتقي بالساده المشاهدين يعني على الاقل مره كل عام في اخر كام سنه كده، لانه بقى فعلا معتاد، ويعني وكانه القرعه بقى جزء من الثوابت بتاعتها انه يكون الاهلي بيلعب صن داونز. طبعا مره تانية بنقول دول فريقين كبار، فدايما يعني بنشوف الكلام ده وكانه كل عام في نهائي مبكر بيبقى ما بين الفريقين. معالي السفير، التنسيق والترتيبات اللي تمت يعني منذ يعني قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي للاتصالات اللي تمت مع حضرتك، وحرص حضرتك دايما ان انت في كل مكان موجود مع بعثه فريق النادي الاهلي. احنا دايما بنحرص كسفاره طبعا على تقديم كل الدعم الممكن للفرق الرياضيه اللي بتيجي لجنوب افريقيا، الفرق الرياضيه المصريه بكل اشكالها، على راسهم طبعا النادي الاهلي هو الاكثر فريق الاكثر مجيئا او قدوما الى جنوب افريقيا. وبطبيعة الحال بنبدأ من أول لما بنعرف أنه فريق جاي تحدد أنه هو هيلعب، قمنا بالاتصالات طبعا مع إدارة النادي، الترحيب بهم مرة تانية مجددا، الاطمئنان، الاستفسار عن الاحتياجات والطلبات الخاصة بهم، والالتفات للاحتياجات دي وتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، ما ننتظرش الوصول عشان نقوم بهذا الجهد يعني. وزي ما أنتم متعودين معانا دايما يعني، أعتقد أنه الجهد ده بيأتي ثماره بأنه بيكون في الوصول بيكون إجراءاته سلسة، ونأمل أن ده كمان يتمم يعني يتوج إن شاء الله بفوز للنادي الأهلي. الأوساط هنا في جنوب أفريقيا بتتكلم على اللقاء إزاي؟ أكيد خلاص يعني أمر بقى معتاد أيضا بالنسبة هنا للمتابعين وجماهير جنوب أفريقيا للقاء الأهلي، أعتقد واحدة من اللقاءات زي ما قلنا خلاص بقت من ثوابت الدوري أبطال أفريقيا. شوف حضرتك الفريقين طبعا ده يمكن الماتش رقم 14 ليهم في على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا. اعتقد النادي الاهلي ان لم تخني الذاكره يمكن كسب 5 مرات، وتعادل الفريقين 5 مرات، وصن داونز كسب 3 مرات. فصن داونز طبعا عنده دلوقتي قدر بيظهرها من الثقه بانه هو يعني هيكسب وكده، باعتبار ان المباراه على ملعبه في تقديره ده الكلام ده هوت، وبيحاول ان هو يعني يحشد الجمهور ان هو يحضر وكده. لكن في نفس الوقت احنا فاهمين ان النادي الاهلي فريق كبير جدا، كسبهم اكتر ما هم كسبوه، وبالتالي ده بيخلي عندهم اهتمام اكبر بالمباراة، عارفين انها مباراة هامة وحساسة لمسار الفريقين في البطولة دهيت. معالي السفير، طبعا بالاخبار اللي طبعا متابعين الشأن هنا في المباراة ان هيتم فتح الملعب يعني ابواب الاستاد للجماهير مجانا، وايضا في حفل غنائي مخصص لجماهير صن داونز، اعتقد يعني اكد لنا هذه الامور يا معالي السفير. شوف مسألة فتح الملعب أمام الجمهور المؤيدين لصن داونز مجانا دي مش أول مرة تمت قبل كده، هو ما بتبقاش مجانا بالمعنى الدارج للكلمة، واللي بيحصل إنه النادي بيوفر تذاكر لجمهوره، لأنه أعتقد إن وفقا لقواعد بتاعة الكاف المفروض إن هو يعني أي مواطن بيدخل الملعب بيدخل بتذكرة، فهم اعتقد بيشتروا التذاكر دي وبيوفروها للجمهور بتاعهم، وده يعني امر هم اعتادوا عليه من فتره، بس يمكن المره دي اول مره تتم بعد جائحه كورونا. مساله بقى الاحتفال وكده اعتقد ده امر يعني سابق لاوانه، يمكن يحبوا هم يجوا يحتفلوا معانا بفوزنا بعد كده عليهم اذا ربنا وفق ان شاء الله الفريق، فاعتقد ده سابق لاوانه موضوع الاحتفالات الحديث عنه في هذه المرحله. الروح الاهلاوي طلعت من معالي السفير في كلامه، وانا عارف ان حضرتك والاسره طبعا يعني مشجعين للنادي الاهلي. الروح المصري
قبل الأهلي، لأنه إحنا في النهاية ده فريق مصري بنفخر بيه دايما، لأنه قيمة وقامة كبيرة في القارة، وبنتمنى له دايما التوفيق. اللعيبة عليهم مسؤولية كبيرة جدا 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 في المرحلة ديت، ومهم أنه إحنا نبقى فاهمين كلنا أنه الرياضة ديت إحنا بنتعامل معها حتى كدبلوماسيين كأداة للتقريب بين الشعوب. فالروح دي هي دي اللي احنا بنشتغل عليها، انه نترفع عن يعني اي صغائر تحدث هنا او هناك. ناديين كبار جدا سبق لهم فازوا بالبطوله، طبعا الاهلي فاز 10 مرات، فيعني عشان يلحق بنادي سان داونز قدامه مشوار يعني في دهوت. ونسعد دايما بانه يكون عندنا برضو فرق افريقيه قويه، ليه لا يعني. ف لو هتوجه رساله للاعبي النادي الاهلي، وانا شايف ان حضرتك كان لامس التركيز اللي شايفينه في وجوه لاعبي النادي الاهلي، تقول لهم ايه يا معالي السفير؟ اقول لهم احنا عارفين ان انتوا يعني مضغوطين في المباريات بصفه عامه، ما بين مباريات في الدوري ومباريات خارجيه، وعارفين ان انتوا عليكم يعني بتبذلوا مجهود كبير، عارفين انه عليكم برضو مهم انكم تعرفوا ان انتوا عليكم مسؤوليه كبيره ترفعوا علم مصر في هذه البطوله الى جانب النوادي الاخرى اللي بتلعب. احنا عارفين دي النوادي المصريه الاخرى اللي بتلعب، عارفين ان احنا دي برضو لسه يعني ادوار تمهيديه، لكن مسؤوليه كبيره على النادي الاهلي بحكم تاريخه ان هو يحافظ على هذا التاريخ ويستمر ان هو يرفع يعني علم مصر عالي ان شاء الله. شكرا يا معالي السفير، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا، ويعني موفقين ان شاء الله. انا هقول لكم انطباع، انا درجه الرياضي بطراز دبلوماسي رفيع، راجل عارف كل كلمة بينطقها رايحة فين وعايزة توصل فين. لما يعني باندفاع الشباب وروح الوسابة عند فاروق صلاح بيقول له أهلاوي، قال له مصري، يعلم أن النادي الأهلي جاء يمثل مصر هنا، فإحنا ورا كل الأندية علشان نحسن تمثيل مصر ونديلها كل الدعم. رجل يعني وقور وهادئ ودبلوماسي حقيقي استاذ ابراهيم، وواضح انه كروي لانه متابع ظروف الفريق، ظروف الفريق وضغط الماتشات و و و يعني عجبني. ده كلام صحيح، لانه من الواضح يمكن الاستاذ طارق انديل من الأسبوع اللي فات وهو على تواصل مع السفير أحمد الفضالي، وقال لي كل يوم بكلمه ويكلمني 3-4 مرات تسهيل وتذليل كل العقبات، الاتفاق على كل التفاصيل، السفارة مش سايبة حاجة خالص. أعتقد ده طبيعي الدكتور يعني المعيد النفسي اللي قاعد جنب طارق الدكتور أندي. أحمد أبو الوفا ده بداية عمله كمعد نفسي وذهني مع الفريق، الحقيقة نقلة نوعية مهمة جداً في تجهيز اللعيبة لمثل هذه المباريات والأحداث المهمة. المهندس عادل أشار لحتة أنه دي الروح المصرية، وخدوا بالكم الروح المصرية لازم تحتم علينا. احنا نتمنى كل التوفيق للفرق بتاعتنا اللي في البطولتين. امبارح في يوتشر حقق فوز مهم جدا، أنقذ بيه أسهمه في الكونفدرالية، كسب الجيش الملكي 2-0 المغربي، وبيراميدز كسب كمان بره الفريق التوجولي اسكو 4-1. الزمالك حقق فوز مهم انقذ نفسه قدام الترجي. كل التوفيق للفرق المصريه الاربعه، تتمنى التوفيق لبيراميدز وفيوتشر واللي يكمل فيهم ربنا يوفقه. الكره المصريه محتاجه تستعيد مكانتها وقيمتها، والارتفاع في المستوى هيعم كل الاطراف. الاهلي ياما كان بيفتح فرص لكل الفرق علشان تشارك، ما كانش بيحجب فرصة عن حد، كان كتير لما يوسع للزمالك عشان يدخل الزمالك، لو كان قفل عليه ما كانش دخله في بطولات كتيرة. لكن هي دي روح المسؤولية وهي دي روح الوطنية، ان احنا عشان الكرة المصرية تتقدم وعشان الكل يستفيد بنتمنى التوفيق للكل. في النهاية لما يدخل معاك الزمالك في مسار واحد تتمنى ان الاهلي يكسب وتتمنى ان الاهلي يتوج، لكن كل التوفيق للفرق المصرية الأربعة، كل التوفيق بإذن الله تعالى. الأهلي بروح الفانيلا الحمراء بالتركيز الشديد بالحالة اللي اتكلم عليها سيادة السفير، إنه يعدي بإذن الله تعالى هذه المباراة المفصلية. بما إنك بتتحدث عن
وامنياتك ان كل الفرق تعدي، وان النادي الاهلي يعني كيف انظر الى الامر. اعتقد ان درس المقاولين والاهلي درس في السلوك الرياضي السليم. الاهلي ما جاش قال لك بقى ايه فرصتي ان انا اتعادل مع المقاولين واحرم الزمالك وخلي المقاولين يكسب الماتش واحرم الزمالك من المشاركه في دوري الابطال الموسم القادم في البطوله الافريقيه. ما عملش كده. الاهلي لعب بشرف رغم انه كان يتحمل، وكانت المطالبات كلها من جماهيره قبل اي حد تاني يلعب باكبر قدر من الصاعدين وريح الفرقه، ولكن لا ما يعملش كده. الرياضه غايه او وسيله الغايه، وسيلتك انك تنتصر على نقاط ضعفك قبل ما تكسب المنافس. صحيح. من ضمن نقاط ضعفك الغل. انك انت تبقى منافس على حد. لا، الاهلي بيبص لنفسه، بص لمصلحته، وما بصش قال لك ما انا قبل كده لما رحت اشتركت في بطوله الكؤوس سمحت له يخش في بطوله الدوري، والنهارده بيقول لي مش عارف مين نادي القرن ومين الاهلي. ملوش دعوه بالكلام ده. الاهلي بيلعب الرياضه بمعناها الحقيقي. انا بس حبيت ايه اوضح النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا كانت في سياق الاحداث الاسبوع ده على فكره، وكويس ان المهندس عدلي اشار اليها، لانه ناس كتير اعتقدت انه الاهلي يريح الاساسيين يلعب بدون دوافع كافيه، على الاقل المقاولين ياخدوا المباراه، فبالتالي يقفل الباب على الزمالك. لو الاهلي تساهل الزمالك ما يشوفش افريقيا السنه الجايه. ليه؟ لانه مش هيكون في الترتيب الرابع، هيكون بعد كده، فبالتالي المقاولين هيبقى دخل رابع والزمالك بعد عن فرص المشاركه الافريقيه فيما لو طلب تحديد الانديه المشاركه افريقيا قبل نهايه الدوري حسب ما لائحه البطوله بتقول. لكن لانه الاهلي ولا يمكن ان هو يعملها. قبل كده كان بيلعب فرق مهدده بالهبوط وبينه وبينها علاقات على فكره في مره من المرات المقاولين، ومره كانت ترسانه، وبينها وبينه كل الود والاحترام. تلاقي محمد رمضان اللي جاي من الترسانه بيسجل للاهلي في الترسانه، والترسانه ينزل بس مش بتاعتي. ليه؟ لانه الاهلي يتمسك بشرف الرياضه، شرف الممارسه، لكن تفضي الى ايه دي مش بتاعتي. لان هو من خلال الرياضه استاذ ابراهيم هو بيدي رساله لمشجعيه. هو له رساله تربويه بيؤديها من خلال النموذج الذي يقدمه. طبعا. ولذلك انزعاجنا كان شديد جدا من حاله الفوضى اللي تعيشها الاجواء الرياضيه المصريه، وعدم يعني انزعاج المسؤولين من هذه الظاهره. نتمنى الخير فيما هو قادم، وصدقوني يعني المساله لو مشيت صح هتبقى سهله جدا، وهتفيد جدا 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 ولادنا فيما هو قادم من الايام باذن الله. طيب، مع ضغط المباريات اتفتح مستشفى الاهلي. مستشفى الاهلي فتح ابوابه، وكل شويه وكل يوم وكل مباراه مين مصاب مين راجع، على طول الخبر اللي بيتصدر كل ما يصدر عن النادي الاهلي اصابه شفاء تاهيل. وصلنا لغايه فين؟ نشوف كشف حساب المستشفى مع الدكتور احمد ابو عبله. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مرحلة صعبة جدا في مشوار النادي الأهلي، محتاجة طبعا تكاتف الجميع، مجلس إدارة ولاعبين وأيضا جهاز فني جهاز طبي، الجميع بيعمل خلف هدف واحد وهو إسعاد كل جماهير النادي الأهلي. عندنا مرحلة مهمة جدا، مباراة سان داونز ثم مباراة القطن الكاميروني، فترة طويلة جدا يعني قليل الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائل إعلامية، ولكن بيعمل في صمت. الدكتور احمد ابو عبله يعني نقدر النهارده ان احنا نستفيد في الحديث معه على كافه الامور، واحد من المخلصين داخل النادي الاهلي، رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. دكتور برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله، قليل الظهور كثير العمل، اعتقد مقوله بقت ارتبطت بالدكتور احمد ابو عبله، مجهود كبير مبذول على مدار الفتره الماضيه، عايزين نطمن بقى على كافه اللاعبين المصابين وطمنا على حاله الفريق. اهلا بيك يا فاروق، وشكرا طبعا على كلامك. يعني
اللي عايز اقوله طبعا ان احنا يعني الحمد لله، طبعا الحمد لله ان احنا شغالين في منظومه زي منظومه النادي الاهلي، وديت حاجه احنا بنفتخر بيها وحاجه تخلينا يعني دؤوبين في العمل ومخلصين في العمل. ربنا يديمها علينا نعمه يعني ان احنا نكون مخلصين في اعمالنا يعني. بالنسبه للاصابات وللاحوال الطبيه اللي موجوده حاليا معانا في الفريق، الحمد لله على كل حال. طبعا احنا بس كان في تجهيزات كتير جدا كنا بنحاول ان احنا نعملها للسفريه دي. طبعا لما بنسافر دول في وسط افريقيا الامور بتبقى مختلفه شويه. ادينا تطعيمات لكل الناس في بعض الامراض المنتشره دلوقتي في الكاميرون، فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نكون مخليين الناس اللي معانا في البعثه كلها، سواء بقى الافراد الجهاز او اللاعبين او كل المتواجدين معانا، باقصى درجات الحمايه ان ما يحصلش اي عدوى او ما يحصلش اي مشكله من الامراض المنتشره هناك. خدنا تطعيمات، الناس كلها اتطعمت، في جرعات لحاجه برضو زي الملاريا احنا هناخدها اول ما نوصل ان شاء الله باذن الله جنوب افريقيا، وفي جرعات تانية هناخدها في الكاميرون، وفي غالبا جرعة كده هناخدها بعد ما نرجع بالسلامة ان شاء الله. يعني دي كلها حاجات علشان يبقى في وقاية ان ما يحصلش اي مشكلة، وان شاء الله نرجع بالسلامة بإذن الله ما عندناش اي مشاكل. بالنسبة لأحوال الإصابات عندنا الحمد لله احنا ربنا يعني كرمنا الحمد لله، في اوقات بيحصل فيها إصابات كتير شوية وده متوقع وده موجود في اي فريق من فرق الكرة الكبيرة في العالم كله. كل مهمتنا ان احنا على قد ما نقدر نخلي عدد الاصابات ده قليل، على قد ما نقدر ان احنا نرجع المصابين دول بسرعه جدا وبكفاءه كويسه جدا، بنحاول في ده، ربنا بيوفقنا ساعات. والحمد لله الامور ماشيه كويس. يعني كان معانا عمرو السوليه، ده يعني كان حصل شد في عضله السمانه زي ما قلنا في مباراه ريال مدريد، شد كان تقيل شويه يعني ممكن نقول كان درجه من درجات المزق. احنا من مباراه ريال مدريد لدلوقتي احنا تقريبا حوالي 28 يوم، فمده يعني الى حد ما كويسه الى حد ما كافيه. كنا ممكن ننزله بدري شويه عن كده، ولكن حصل بعض الرد الفعل كده اللي خلانا نكون حريصين شويه اكتر. اتمرن تمرين المستبعدين امبارح كاملا الحمد لله ما كانش في اي مشاكل، النهارده اتمرن تمرين جماعي مع الفريق كاملا الحمد لله برضو ما كانش في اي مشاكل، ربنا يحفظه ونكمل على هذا المستوى. يعني بنطمن من حضرتك على جاهزيه عمرو السوليه ان شاء الله يكون جاهز معانا خلال هذه المواجهتين القادمتين. طبعا بعد رجوع اي لاعب من الاصابه احنا بنفضل مراقبينه فتره، في برامج بسيطه كده احنا بنعملها له بالاضافه للتمرين الجماعي مع الجهاز الفني، فبالنسبه لنا احنا طبيا هو ما سبناهوش لسه، ولكن بالنسبه لجاهزيه العضله والجاهزيه البدنيه هو الحمد لله جاهز برضو، بقاله فتره بعيد عن المشاركات، فالجاهزيه الفنيه ما اعرفش هيكون شكلها ايه، ديت يعني هيبقى راي الجهاز الفني. انما احنا بالنسبه لنا طبيا ممكن نتكلم في لو هيبقى في استعانه بيها هيبقى استعانه كامله او استعانه جزئيه، انما ده بتكلم على المباراه اللي جايه طبعا، انما الاكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله امره تمشي كويس ويبقى ممكن نوصل له جاهزيه كامله ومشاركه كامله في المباراه اللي بعد سان داونز اللي هي مباراه الاوضه. كان حصل عندنا كام اصابه كده في مباراه سان داونز اللي فاتت، كانوا 3 اصابات، كان احمد عبد القادر كان جاله جزع في الرباط الداخلي للركبه، وكان خالد كان بعدها بيومين كده في التمرين كان برضه حس ببعض الالام، عملنا له اشعاعات طلع برضه جزع في الرباط الداخلي في نفس الركبه الناحيه اليمين برضه. بدانا شغل معاهم الاثنين الحمد لله مع تكثيف المجهودات الفريق بتاع العلاج الطبيعي وفريق التاهيل، الحمد لله قدروا ان هم يرجعوهم. امبارح شاركوا مشاركه كويسه جدا في التدريبات المستبعدين، واول امبارح كان في تدريبات لوحدهم، النهارده الحمد لله ربنا وفقنا وشاركوا مشاركه كامله في التدريب الجماعي مع الفريق. فبرضه بالنسبه للجاهزيه بتاعتهم احنا بالنسبه لنا طبيا هم ما بيعدوش فتره طويله تقريبا 10 ايام و8 ايام، ف يعني راي الجهاز الفني برضه هو اللي هيكون الفيصل في المشاركه في المباراه القادمه، انما بالنسبه لنا طبيا الى حد ما احنا مطمنين عليهم. لحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا ونطمن ايضا على محمود متولي. حسين محمد شريف اكيد طبعا، حسين
احنا كان حصل له اصابتين في الحقيقه، يعني ده ممكن يكون لسه كنا اول مره نقوله. وهو من اللعيبه المثابره جدا على الاصابات، وعايز يرجع بسرعه جدا، ودايما يعني عارف تلاقي لعيب كده ضاغط عليك عايز يرجع بسرعه. يعني عايز اقول لك ان هو كان حصل له كسر في صباع ايديه في مباراه اسوان، وكمل المباراه بالكسر ده. بعد ما خلصنا ورجعنا وعملنا له الاشعاعات كنا متوقعين الاصابه شكلها ايه، ومتوقعين برضو ان هي مش هيحصل اي تفاقم لو احنا كملنا، عشان كده احنا يعني سمحنا له يعني، انما لو غير كده كنا طلعناه طبعا. بعد ما عملنا الاشعاعات اتضح ان في كسر وصل شويه لسطح مفصل العقله الطرفيه بتاعت صباع ايديه، وكان الراي ان احنا ممكن ما نعملش عمليه وممكن نعمل عمليه. حسين لما اتعرض عليه الموقف قال لا انا عايز العب، انا عايز اكمل، انا يعني مش عايز ابعد عن الملعب. فكان الراي ان احنا خلاص ممكن نمشي في الاتجاه الكونزيرف او الاتجاه اللي هو ما نعملش عمليتين، وفعلا بدانا في ده. بس لما حصل بقى شد في عضله السمانه كان الافضل طبعا ان احنا نعمله، عمليه بسيطه اتعملت ببنج موضعي، انما في الاخر عمليه يعني، فهو تحمل شويه الفتره اللي فاتت معانا. فعل يعني بدانا نشتغل معاه على الاثنين بالنسبه لصباعه، الحمد لله خدنا الضوء الاخضر ان هو ممكن يشارك بيه، مفيش مشكله خالص. بالنسبه لعضله السمانه الحمد لله برضو الامور دلوقتي كويسه جدا جدا، كان في تدريبات منفرده النهارده، متوقع ان هو يبدا مشاركه جزئيه في التدريبات الجماعيه مع وصولنا ان شاء الله باذن الله. بنحاول برضو ان احنا نتدرج في المشاركات ديت لغايه لما نجهزه تجهيز كامل. برضو مشاركته من عدمها في المباراه الاولى ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجهزه يعني، انما لسه هيتضح الامور في خلال التمرينتين اللي جايين دول. محمد شريف كان خد كدمه شديده شويه كانت واصله لجزء من عظام الحوض. الكدمه احنا بنقول يعني في حاجات تبقى ليها فيها خطوره لو شاركنا بيها، في حاجات الخطوره بتاعتها بالنسبه لنا الطبيه في تفاقم اصابه او كده مش موجوده، ولكن اللي بيحكم الحاجات ديت هي الالم وتاثير الالم ده على الاداء الفني والاداء البدني بتاعه. قلنا الكلام دوت وفهمنا محمد شريف وفهمنا الجهاز الفني الكلام ده. حاولنا ان احنا نجهزه، ادينا له حاجات تهدي الالام شويه، عملنا له حاجات موضعيه تسكن الالام شويه، ولكن مع الشغل ده كله طبعا هو كان متواجد مع الفريق في المعسكر اللي فات، مع الشغل ده كله كان في بعض الالام برضو كانت مؤثره الى حد ما على الاداء بتاعه، فكان الراي ان يتم استبعاده من المباراه اللي فاتت. انما دلوقتي الحمد لله ممتاز جدا، اتمرن تمرين كاملا مع الفريق النهارده الحمد لله، امور كويسه جاهز يعني مفيش مشكله. نروح ل يعني اكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد فخري ايضا نطمن برضو من خلالك، الجمهور برضو عايز يطمن على كريم فؤاد واكرم توفيق، ووصلنا لحد فين يا دكتور؟ والله الحمد لله يعني كريم واكرم من قبلي لما حصل الاصابات بتاعتهم ربنا وفقنا يعني، كان في فتره صعبه شويه، كان في ازمه شويه ان احنا نسفرهم بره، ولكن مجهودات كبيره جدا علشان كانوا يسافروا، الحمد لله سافروا وعملوا العمليات بتاعتهم. احنا بنحاول واحنا بنختار الاماكن اللي نتعامل فيها مع اللاعبين بتوعنا ان احنا نشوف احسن مكان في العالم ممكن يعمل. دكتور احمد ابو عبله، انت حريص دايما في كل العمليات انك تكون موجود مع لاعب النادي الاهلي، سواء اكرم سواء كريم او كان قبلهم عمر حمدي. والله هو يعني ده اللي بنقوله دايما، لازم نكون موجودين، لان في حاجتين احنا بنبقى يعني هناخد قرار على اساسهم، العمليه اتعمل فيها ايه بالظبط، التطورات في اول كام يوم بعد العمليه كان الامور فيهم عامله ازاي. فانا شايف ان دي حاجه لابد منها، ما ينفعش ان في حد من لاعبينا يسافر الا ما يكون في حد مننا حريص ان هو يعرف ايه اللي كان موجود والتطورات مشيت ازاي، لان ده على اساسه بناخد قراراتنا بعد كده، اللاعب ده هيرجع امتى او المتوقع بتاع الرجوع بتاعه امتى او البرنامج العلاج الطبيعي والتاهيل هيمشي باي كيفيه. يعني في حاجات بتحصل طبعا ما ينفعش انها تتقدم في تقارير، يعني ديت احنا بنكون موجودين علشان نشوفها ونحددها. يعني الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا لهم العمليات بتاعتهم، وبعد ما رجعوا بالسلامه اشتغلنا معاهم شويه في القاهره، دلوقتي في مركز من احسن المراكز في العالم للتاهيل، اموره ماشيه كويسه جدا.
البرامج بتاعتهم اللي احنا حطيناها هم يعني متقدمين عليها كمان، التقارير بتاعتهم اللي بتجيلنا برضو مطمئنة جدا جدا. زي ما قلنا يعني كل حاجة بتحصل في قبل العملية او إصابة تانية غير إصابة الرباط الصليبي موجودة مع العملية بتحدد الوقت المتوقع قد ايه، زي ما قلنا برضو عشان ما يبقاش بس في ضغوط على الأجهزة اللي بتشتغل او على الناس اللي بتشتغل. بالنسبة لأكرم ممكن يعني هنطول شوية عن المرة اللي فاتت، ده المتوقع يا رب ان شاء الله قبل كده نكون موجودين، انما ده المتوقع باللي اتعمل في العملية، وبان هي كانت في إصابة برضو في الركبة التانية قبلها، وكان معمول عملية في الركبة التانية قبلها، انما ان شاء الله مش هيبقى يعني مدة طويلة قوي. بصوا كام شهر ده احنا بنقول رينج ما بين كذا لكذا يعني، ولكن على حسب تطور برضو الحالة البدنية وحالة العضلات بنقدر نحكم ده، انما رقم محدد ما بنقدرش ان احنا نقول. المتوقع دلوقتي احنا بنتكلم المفروض في الطبيعي يعني من 7 شهور لعشر شهور على حسب التطور وعلى حسب العملية اتعمل فيها ايه، فان شاء الله يا رب ان ايه نتمنى انها تكون اقرب مدة، وده اللي احنا متوقعينه بالتطور البدني بتاعهم وتطور التدريبات بتاعتهم في التأهيل دلوقتي. كريم برضو اموره ماشيه ممتازه الحمد لله، ويا رب يا رب ان شاء الله دعواتنا كلنا ليهم يرجعوا لنا بالف سلامه ان شاء الله. محمد فخري كان حصل التهاب شديد عنده في الجهاز التنفسي العلوي في الحلق وفي اللوزتين، كان شديد قوي فعلا يعني لدرجه ان احنا قعدنا فتره ناخد مضادات حيويه وبعدها خدنا ادويه تعافي، بقى لنا تقريبا دلوقتي يعني اسبوعين تقريبا او اكتر شويه، كان قبل اسوان. الحمد لله رجع الحمد لله، دلوقتي نقدر نقول ان هو تعافى مش 100% ولكن تعافى لدرجه تسمح له ان هو يبدا تدريبات خفيفه. بعد الفتره دي طبعا فتره اعياء شديده وفتره التهاب شديد بنحتاج تاهيل تاني بدني علشان نرجع العضلات قويه من تاني، لانها كانت راحه سلبيه تماما يعني. شغالين معاه هو يعني كان ليه تمرين منفرد النهارده معانا في التتش، امبارح كان موجود برضو معانا وده كان اول يوم اللي هو كان امبارح. متوقع ان شاء الله باذن الله على البرنامج حاطينه يعني نرجع ان شاء الله بالسلامه كده، يكون معانا في التدريبات الجماعيه باذن الله. شكرا يا دكتور وبالتوفيق باذن الله. شكرا شكرا. يعني احنا يعني هو كلام مفصل عن حاله الاصابات، وده بيحطنا بقى مفيش اجتهاد، ده الشخص المسؤول حكى لنا كل الاصابات من طقطق السلام عليكم، وضع كل اصابه المشاركه اولا في التدريب الجاهزيه اعتمد عليها طبقا للرؤيه الفنيه. اخبار كلها يا استاذ ابراهيم يعني مستوفي تمام. بصوا هي الحمد لله العناصر الأساسية اللي الراجل بيعول عليها اللي محتاجها في المباراتين جاهزين الحمد لله. فنية ايه؟ لكن يبقى ان الجميع جاهز وتحت امر المدير الفني وان شاء الله كل التوفيق. طب اللي جاهزين هيعملوا ايه؟ كلام اللعيبة كلام مهم جدا لان هم الاوراق اللي بيتراهن عليهم. هنسمع كلامهم بعد الفاصل. ما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي بإذن الله تعالى عنده هذا التركيز بيعمل كل اللي عليه محدش بيأثر، وده كلام الكابتن الخطيب ليهم في ملعب التتش، اعملوا كل اللي عليكم، ثقتنا فيكم كبيرة، عارفين إن أنتوا عندكم من الخبرات الكتير جدا اللي خضتوا بيه هذه البطولة وغيرها، أنتوا راجعين من بطولة عالم عملتوا فيها مستوى هايل جدا والكل حياكم والكل أشاد بيكم، فكل المنعطفات والمنحنيات ديت مش جديدة عليكم. لكن مزيد من التركيز وبشي من التوفيق إن شاء الله تعالى يحقق الأهلي المطلوب. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. عشان ما حد خد بالأسباب واعمل اللي عليك، مين يلومك؟ صحيح. كل التوفيق ان شاء الله. طيب حاله اللعيبه ايه؟ احمد عبد القادر واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا، واصابته الفتره اللي فاتت كانت قلقه الناس شويه، لانه مبدئيا لعيب بيمتلك حلول فرديه هايله، لعيب مهاري كويس، لعيب بقت عنده ثقه وخبره ورجله في الملعب على طول، وعجون عنده الجراه في التهديف في مباراه زي ديت، عنده سرعات انت محتاجه، عشان كده شفائه وانضمامه للتمرين كان خبر سر جدا، عشان كده
مهم نسمع كلامه ونشوف انطباعاته. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا مرحله صعبه جدا، مرحله بنراهن فيها على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. احنا معانا في هذه الاثناء واحد من اللاعبين اللي يعني شخصيه النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، تربى في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اجتهاد، شغل، اخلاص، المهاره موجوده، واحد من اللعيبه اللي دايما بيظهر ورجل المباراه الكبرى، احمد عبد القادر. عبد القادر برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومرحله صعبه جدا يا عبد القادر. خليني قبل ما اتكلم على مباراه صن داونز والقطن الكاميروني نطمن على عبد القادر ونقول لك الحمد لله على السلامه. عبد القادر حبيبي يا روان، انا اللي برحب بيك. والله انا زي ما بقول لك رجلي بقى لها 3 أيام أو 4 أيام بحاول اتاهل بشكل قوي جدا عشان ابقى موجود بشكل سليم 100% على يوم المباراه ان شاء الله. بنحاول نستعد كلنا بشكل قوي، لان فعلا زي ما انت بتقول الماتش اللي جاي ما اعتقد ما فيش فيه نقاش غير انك تطلع بنتيجه ايجابيه، وهي المكسب ان شاء الله يعني. فاللعبه كلها مركزه من هنا من وقت ما سافرنا لغايه يوم المباراه ان شاء الله، واخدين الامور بجديه وان شاء الله نحاول نطلع بحاجه ايجابيه ان شاء الله من الماتش. عبد القادر، اخلاص، تركيز في الملعب في التسعين دقيقه، مهمه صعبه جدا. عبد القادر شخصيه النادي الاهلي، واحد من اللاعبين اللي تربى داخل بيت النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي وقيمه اسعاد جماهير النادي الاهلي. اعتقد كلها امور جدا يعني بتفسر حاجات كتير جدا لعبد القادر في مشواره مع النادي الاهلي. والله زي ما انت قلت انا بقالي فعلا فتره كبيره جدا في النادي، يمكن فوق 13 سنه. عارف من صغري ان لما بندخل بطوله لازم نلعب عليها ايا كانت، سواء أفريقية أو محلية أو حتى بطولة ودية. فأعتقد أن البطولة دي يعني مش بطولة عادية أو بطولة نهائية أن احنا ما ناخدهاش بأمور جدية. فأعتقد أن الماتش اللي جاي ده هو المفصل بتاع البطولة كلها، لازم على قد ما نقدر نطلع بنتيجة إيجابية من الماتش ده، لأن أعتقد لا قدر الله أي نتيجة غير إيجابية في الماتش ده تبقى أمور صعبة جدا علينا يعني. يعني يعتبر دلوقتي من العناصر القديمه الجديده، القديمه الجديده يعني خد خبرات الصاعد القديمه يعني. لا هو خد خبرات ولعب كاس عالم الانديه قبل كده، صحيح، واحرز اهداف، واصبح عنده من الخبرات انه يقدر يتعامل في مواقف صعبه ويقول رايه فيها. فلما بتستمع ان اللعيب مستوعب مسؤوليته، انت بتحس انه يعني ما هو ده المطلوب، ده المطلوب ان اللعيبه تستوعب تعمل اللي عليها بقى، التزموا في الملعب وربنا يوفقكم باذن الله. يعني كلمتين يبانوا بصوت لكن مهمين جدا. طيب، من العناصر اللي كان اضافات مهمه جدا للفريق في الانتقالات الشتويه مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، الاثنين الحقيقه عملوا بصمة مؤثرة جدا، وبسرعة دخلوا في الفريق وبسرعة انسجموا وبسرعة ظهرت نتيجتهم. نشوف مروان عطية. مروان حاسه ان هو موجود في النادي الاهلي بقاله فترة طويلة، اعتقد كلها امور سهلت عليك بداياتك مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، لا اكيد طبعا، من اول يوم دخلت في النادي وانا مش حاسس ان انا غريب. اللعيبه بتدخلك الاجواء بسرعه، اللعيبه كلها بتحب بعض، في لعيبه انا اعرفها في كانت معايا في المنتخب، فالدنيا مش غريبه يعني ولا بعيده، فالحمد لله يعني الواحد اتاقلم بسرعه الحمد لله، بره الملعب وجوه الملعب الحمد لله يعني. هو الملعب والناس شافته، بره الملعب بقى مروان يعني حب زمايلك وحبنا لبعض يعني، ودي اهم حاجه في الكوره ان اللعيبه تبقى بتحب بعض يعني. دي سمة مهمة جدا داخل النادي الاهلي واوضه اللبس ودور كباتن النادي الاهلي، ومروان هو شخصية مروان تتوافق مع النادي الاهلي. والله الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا، الواحد بيشتغل وبيعمل اللي عليه، والحمد لله يعني الناس بتتكلم كويس، فالحمد لله يعني الواحد مبسوط، وان شاء الله يقدر يسعدهم كمان وكمان باذن الله. منافسة قوية جدا في خط وسط النادي الاهلي، مروان مع كابتن عمرو السولية، كابتن حمدي فتحي، اليو ديانج، القندوسي، ايضا احمد نبيل كوك، اعتقد منافسة كلها بتبقى لخدمة النادي الاهلي. لا اكيد طبعا، منافسة بتبقى منافسة شريفة يعني، احنا كلنا اخوات وكلنا بنحب بعض وكلنا عايزين نساعد بعض ونفيد النادي يعني، والاهم حاجة اللي يلعب ربنا يكرمه ويوفقه، وان شاء الله اهم حاجة مصلحة النادي ان شاء الله. مباراة صن داونز شايفها ازاي؟ وانت اكيد انت واحد من جمهور النادي الاهلي، لامس نبض الجماهير وعارف قيمة البطولة الافريقية بالنسبة للنادي الاهلي وجماهيره،
وايضا قيمه مباراه سان داونز؟ اكيد طبعا ماتش سان داونز ماتش مهم جدا وماتش لا بديل عن الفوز، يعني حتى لو ما كسبتش ما ينفعش تخسر، لازم اقل حاجه تتعادل، بس الاهلي فريق كبير وان شاء الله يعني احنا مركزين من اول ما ركبنا الطياره ورايحين لجنوب افريقيا، مركزين ان شاء الله اللي احنا ناخد الثلاثه بونت باذن الله، ونفكر ماتش بماتش يعني نعدي ماتش سان داونز وبعد كده نفكر في ماتش الكوتن باذن الله. لو عايز تقول كلمه من القلب اخيره لجماهير النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم بشكركم جدا على ثقتكم فيا وعلى كلامكم الحلو، وان شاء الله الواحد يعتبر لسه في مزيد باذن الله، وان شاء الله الواحد ربنا يكرمه الفتره الجايه ويكرمنا ان شاء الله كلنا باذن الله. بشكركم جدا على ثقتكم فيا وكلامكم الحلو عني. ده مروان وهو بيلخص حالة احتضان لعيبة الأهلي ليه، وهي دي الحالة اللي بتنجح بسرعة أي لعيب يجي النادي الأهلي ويكون عنده الرغبة في أنه ينجح، ويكون عنده الرغبة أنه يعمل حضور قوي مع الفريق، ويكون عنده رغبة أنه يبقى عنصر مهم داخل الفريق. روحه وشخصيته وانسجامه وتركيزه هو ده اللي يكفله إن شاء الله أنه ينسجم مع النظام ويمشي في ترس من التروس المهمة في آلة النادي الأهلي. إذا كان ده مروان عطية، خالد عبد الفتاح اللي كمان بيمثل إضافة لأنه لاعب جوكر ومهم جدا عند الجهاز الفني. شفي من الإصابة، شارك في التمرين ونشوف انطباعه. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، يعني على الطائرة المتجهة إلى جوهانسبرج لمواجهة الفريق سان داونز. أمور كتير جدا بتدار على الطائرة، لكن التركيز اللي مسينه فيه وجوه اللاعبين، أنا بينضم لي في هذه الأثناء واحد من اللاعبين اللي يعني زي ما قلنا سريعا خلاص اندمج مع النادي الأهلي، أصبح جوكر في أي مكان موجود بيحتاجه الجهاز الفني بيكون موجود بيأدي باجتهاد بشغل. خالد عبد الفتاح، خالد برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، ومجهودك وشغلك بنشوفه والجماهير لمساه في الملعب. خالد، أي مكان بيطلب الجهاز الفني بيطلب خالد عبد الفتاح موجود بيأدي دوره على أفضل وأكمل وجه. الحمد لله طبعا بفضل الله بنتمرن ونجتهد ونعمل اللي علينا، والباقي كله بقى بتسهيل ربنا ومساعدة اللعيبة اللي معايا في الفرقة ومساندة الجمهور. طبعا مساندة الجمهور، في فترة قصيرة خالد عبد الفتاح أصبح واحد من اللعيبة اللي بيتمتع بثقة جمهور النادي الأهلي، ثقة الجهاز الفني، وأعتقد بيبقوا العاملين من أهم العوامل لأي لاعب في بدايته مع أي فريق. طبعا أهم حاجة في لعيب الكرة الثقة وثقة الجمهور، خصوصا لو بتلعب في نادي جماهيري. فالحمد لله أنا الأمور معايا بدأت كويسة جدا، بدأت ماتش ديربي ماتش زمالك كسبنا 3-0، فالحمد لله النتيجة الحمد لله طبعا فنتيجة كبيرة قدام نادي كبير، ماتش مهم دوري قمة. الماتشات دي طبعا أي حد يخش قلوب الجمهور منها بسرعة، يعني ماتشات كبيرة وفي نفس الوقت بيبقى الحضور والاهتمام عليها أكبر من الماتشات العادية. عايزين نطمن على اصابتك، اطمننا من الدكتور احمد ابو عبله، بنطمن برضو من خالد عبد الفتاح. اعتقد مرحله مهمه جدا، مرحله صعبه جدا، مهم فيها كل عناصر النادي الاهلي. الحمد لله دلوقتي احسن بكتير، كان اتصبت بجزع في الرباط الداخلي للركبه، جزع خفيف يعني الحمد لله، قعدت يومين وبعد كده اهلت 3 ايام والحمد لله نزلت التمرين وكل زي الفل الحمد لله 100%. مباراة سان داونز، مش هنتكلم على مباراة القطن قبل مباراة سان داونز، شايف المباراة ازاي؟ وانت اكيد لامس نبض جمهور النادي الاهلي وعارف مدى اهمية هذه المباراة بالنسبة لك كلاعب، بالنسبة لكم كلاعبين وبالنسبة لجمهور النادي الاهلي. بالنسبة لنا كلاعبين وكجمهور يعتبر اهم ماتش في البطولة، لانه بنسبة 90% هيصعدك للبطولة اصلا، اللي طبعا احنا في ادوار المجموعات، فده ماتش عنق زجاجة بالنسبة لنا عشان نصعد الأول وبعد كده نفكر في البطولة بقى إن شاء الله، فمن أهم الماتشات في البطولة. شايف علاقة الصداقة ما بين خالد عبد الفتاح ومصطفى شوبير، أعتقد هي ممتدة من قبل قدوم خالد عبد الفتاح للنادي الأهلي. مصطفى يعني نفس جيلي وشخصية محترمة، كنا بنلعب قدامه على طول قدام بعض في ماتشات الشباب، فطبعا في معرفة قبل كده وشخصية محترمة طبعا مصطفى. لو هاخد منك كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي، عايز تطمن الجمهور تقول لهم إيه؟ وشايف ثقة مستر مارسيل كولر في خالد عبد الفتاح إزاي؟ أولاً أحب أطمن الجمهور، إحنا كلنا مركزين جداً وعارفين أهمية الماتش كويس قوي وبنتمرن جامد جداً الفترة اللي فاتت.
ماتش مهم بالنسبه لنا جدا، وان شاء الله تاكدوا ان احنا هنبذل اقصى مجهودنا، يعني هنعمل اللي نقدر عليه بكل الطرق هنكسب ان شاء الله. ثقه مستر بارسي كولر بتمثل لك ايه؟ اهم حاجه بالنسبه للاعيب الكوره طبعا هي الثقه، فبالنسبه لك ثقه الجمهور فيك، ثقه المدرب فيك، ثقتك في نفسك، هو ده لعيب الكوره. لو انت عندك امكانيات كبيره جدا ولعيب جامد جدا زي ما بتشوف في لعيبه كبيره جدا وجامده جدا، ساعات تحت ضغط الجماهير ما فيش ثقه، بتحس ما فيش ثقه، ما يبقاش ده مستواهم وده العادي يعني. فلا الثقه طبعا هي لعيب الكوره، هي اللي بتخليك تطلع كل حاجه من غير ما تفكر وتعمل حساب لاي حاجه، فهي دي. انت لعيب كوره مش محتاج غير ثقه بس. طيب مروان عطيه خالد عبد الفتاح، ولو كان في حاجه لقندوسي كنا هنشوف نفس الشخصيه. الثلاثي ده كويس ان احنا يعني نتكلم عليه مع بعضه، لانه بيجمعهم سمه واحده، انهم دخلوا بجديه من اول ما وطأت اقدامهم ارض النادي الاهلي، اندمجوا مع زملائهم، استطاعوا ان يكتسبوا ثقه الجهاز الفني، ومن ثم من خلال ادائهم ايضا كسبوا ثقه الجماهير. فلما انت تجيب ثلاثه في انتقالات شتويه تقدر بالسرعه دي تعتمد عليهم وتستفيد منهم، يبقى جم في وقته. ولو اضفت عليهم كريستو اللي من خلال ادائه مع منتخب تونس للشباب جاب جولين وعمل جولين وصعد بيهم لكاس العالم، وصعد بيهم لكاس العالم، والناس شافت فيه يعني شخصيه وعنده اقدام وعنده قرار. الرباعي ده متوسط سنه صغير جدا، فهو يعني ذخيره جيده للمستقبل باذن الله. يطمنك على النادي الاهلي، اضافات بسيطه بس تكون مؤثره تيجي على الفرقه، ممكن تريح جدا فيما هو قادم من تحديات. ربنا يحمي الاهلي من الاصابات يا استاذ ابراهيم. هتبص تلاقي يعني انت بتبتدي الموسم قوي جدا، ابتديناه قوي جدا دفاعا وهجوما. ايوه اعتقد ان طبعا تتالي الماتشات والظروف اللي بنحط فيها بيبقوا مؤثر، بيعملك اصابات، بتبعد عمليه الروتيشن مهما كان تثبيت الفريق مش متاح قوي قدام الجهاز الفني للظروف اللي بنحكي عليها دي. عمليه التدريب على العيوب ما عندوش الوقت ولا طرف انه يغير في بشكل جذري بعض العيوب، لكن تخليك تقول ان المستقبل ما مش مزعج باذن الله. طب انت اشرت الى حد كمان كانت اضافه نوعيه مهمه، احمد القندوسي. هنشوف كلام احمد القندوسي بعد فوز الاهلي على المقاولين، ونرجع نسال المهندس عدلي سؤال مهم جدا رابط بين كل دول. احنا بنعمل بجد عشان نكسب مباراه، وكما شفت اليوم الحمد لله كسبنا مباراه مهمه، وان قدرنا نبعدوا المنافس اللي مورانا، وان شاء الله احنا راح نجيريو مباراه بعد مباراه، وهذه المباراه هي اللي راح تخلينا نروحوا بمعنويات كبيره لجنوب افريقيا. القندوسي وسر الانسجام والروح الكبيره جدا في اوضه اللبس مع لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر والكابتن سامي ومصان كابتن سيد، ازاي قدرت تنسجم سريعا كده مع الكباتن الكبار مع لعيبه النادي الاهلي في فتره قليله جدا يا قندوسي؟ الحمد لله، هما لما جيت مع الفريق جديد ما حسيتش اني لاعب جديد، انسجمت معهم في المجموعه بسرعه لانهم هما عاملوني كاني لاعب معهم منذ مده. صن داونز عندنا كمان مباراه القطن، لكن البدايه صن داونز شايف المباراه ازاي؟ يمكن الامور صعبت شويه يا احمد بالنسبه للمجموعه، لكن ثقتنا كبيره جدا فيكم وفي الجهاز الفني، شايف صعوبه المباراه ازاي وهتستعدوا ليها ازاي، والرغبه عند القندوسي ازاي في هذه المباراه؟ احنا كما قلت لك ربحنا اليوم هذه المباراه، هي اللي راح تخلينا نروحوا بمعنويات كبيره لجنوب افريقيا. احنا ما عندنا حتى حل واحد اخر من غير الفوز، لانه نكسب مباراتنا هذو عشان تبان
تبان الحلول في المجموعه، واحنا ان شاء الله نحجز مقعد في الدور الثاني ان شاء الله. طول عليك، لكن رساله لجمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيدعم وبيأزرك بشكل شخصي كمان يا احمد ولسه منتظر منك كمان، تحب تقول لجمهور النادي الاهلي في هذه اللحظه؟ نشكر جمهور الاهلي بزاف ونقول لهم التفوا معنا مع الفريق عشان انتم نصف الفريق. حاجه غريبه استاذ ابراهيم، الثلاثي حتى الملامح قريب من بعضه، ملامح الشخصيه، طريقه الكلام، الجديه مع الصدق، مع تشعر بحاجه كويسه، قلوب كويسه، طريقه الكلام يعني. والثلاثه طبعا قالوا عمليه استيعاب زمايلهم ليهم كانت عامله ازاي، ما حسناش بالغربه، ما حسوش بالغربه، ودي مهمه جدا لان قدروا ينسجموا بسرعه، قدروا يعني يؤدوا ويكسبوا ثقه الجهاز الفني والجماهير. نتمنى ليهم التوفيق، نتمنى باذن الله القادم من الايام استاذ ابراهيم نشوف حاجات احسن من النادي. اسمح لي انا اسالك كمسؤول بقى، هل في تركيز مش على السمات الشخصية؟ هل في تركيز؟ مش هقول إلا ما يجب أن تقوله. هل كان في تركيز على السمات الشخصية للعيب؟ طبعًا. طبعًا. يعني مش ككورة بس. لا خلاص أنت بتسأل دلوقتي كمان. في حاجات أبعد من كده. أيوه. وده اللي لازم يحصل باستمرار يعني. وعلى فكرة أنت لما تشوف كمان طريقة التعامل، يعني لما جالك يعقوبه والحرص انك تكشف مره واثنين وثلاثه وفي الاخر تعتذر، ده معناه إيه؟ انك انت مش عايز تدي اي مجال للريسك، لانك تبقى ولو مخاطره بسيطه يعني. ايوه، اولا فلوس، ثانيا بتحجز مكان مهم جدا على حساب اضافات ممكن تجي لك بعدين او موجوده في الفرقه بالفعل. طريقه دلوقتي الانتقاء في العالم كله، ملف كامل شامل مؤثر على بعضه. الاصابات مع الشخصيه مع الجديه مع الثقافه، في لعيبه كويسه جدا ما نجحتش في الاهلي لان الثقافه كانت تنقصها، ثقافه الملعب، ثقافه التعامل، ثقافه الحياه، ثقافه اداره الموهبه. والثقافه هنا مش الشهاده. انما فلسفه، في ناس كده عندها فلسفه في حياتها بتحركها ازاي، ده بينجح عنده رؤية، اللي عنده رؤية واللي عنده تواضع إزاء المسؤولية، واللي عنده تقدير للخطوة اللي هو واخدها وشايل همها، وعنده احترام للجماهير اللي منتظرة منه. لأن خلي بالك مفيش أخطر من حسن التوقع أو حجم التوقع، إن الناس مستنية بقى فلان الفلاني جاي ما تشوف هيعمل إيه. إذا كنا إحنا بسننا ده بخبراتنا دي شايلين هم الحته دي، الناس متوقعه منك ايه، الهاي اكسبكتيشن، فلازم تكون عند حسن ظنهم بمزيد من الجهد والتركيز والسعي الدؤوب انك تعمل شغلك صح. فالملامح الشخصيه لا مهمه جدا. ده كلام مهم جدا، وشفنا كل الاجواء من بريتوريا. هنا بقى الاعلام المصري باصص للمباراه ازاي، شايف فرصه الاهلي عامله ازاي. الكابتن احمد شوبير بيقول لك هو للدرجه دي الاهلي مهم فعلا؟ نشوفه. صن داونز عامل بقى يا جماعه شغلانات كتيره جدا هناك. اولا الدخول بالمجان ببلاش، ثانيا عامل حفل غنائي على هامش المباراه قبل المباراه، وعامل كل حاجه عشان الجمهور يجي. على فكره دي يعني المباراه قبل الاخيره لسان داونز على ملعبه، فاضل له مباراه القطن فقط. وانا شفت مباراه الهلال ما كانش فيه جمهور ولا كان فيه حفلات ولا ليالي ملاح ولا يحزنون. قد كده الاهلي مهم جدا، قد كده الاهلي فريق يعني الناس عامله له 1000 مليون حساب، رغم ان نتائجه مش الافضل في المجموعه هذا العام، لكنه شوف الدنيا بتتعمل ازاي قدام النادي الاهلي. الاهلي يعني في ثقه كامله، وان احنا عندنا ثقه ان انتوا هتحصلوا على بطاقه التاهل. مباراه صعبه زي ما قلت لكنها ليست مستحيله. شوف نتكلم بصراحه واقعيه. طبعا سان داونز بيفكر كالاتي، هو دلوقتي العقبه بتاعته في الثلاث مواسم الاخرانيين النادي الاهلي، مش بس انه معاه في المجموعه، ما هو بيتاهل معاه في المجموعه والاهلي بيقصيه بيقابله قدام. فالنهارده سان داونز عايز يتاهل،
ونفسه يتأهل أول مجموعة، لكن أكتر من كده كمان لو قدر يتأهل ويساهم في عدم تأهل الأهلي هتبقى أحد أهداف مهمة بالنسبة له. هيتخلص من منافس اعتاد إن هو بطل شبه دائم، فمؤكد مؤكد إنه كل اللي بيعمله ده لازم يكون إجراءات استثنائية ما عملهاش مع أي فرقة تانية. فتتوقع هذا، وهذا حق مشروع طالما أنه بيمشي باحترام، طالما أنه بيمشي بنقاء وشرف في المنافسة يبقى مقبول يعني. إحنا بقى نقابله كمان إزاي إن إحنا نفوت عليه الفرصة دي؟ الاهتمام، الجدية، الالتزام، وربنا يساعدنا إن لياقتنا البدنية والصحية تقدر تساعد على تنفيذ المسؤوليات بتاعتنا. طيب أنا والمهندس عدلي وحضراتكم لا نملك إلا الدعاء والأمنيات والتوقع والتخوف، وأنا مش عايز أقول لكم المهندس عدلي هيعمل إيه في اليوم ده، لكن اللي بيده الأمر واللي عنده القرار واللي هيحط الخطة واللي هيكاتشن مستر مارسيل كولر هو الرجل الأهم في المعادلة دي، نشوف رأيه. احنا كنا مركزين من اول دقيقه في المباراه، اتحكمنا فيها من اول ما احنا داخلين الماتش، مركزين ومتحكمين في الماتش. الجون اللي جبناه في اول دقيقتين ساعدنا، او في اول مباراه ساعدنا ان احنا نتحكم في الماتش اكتر. احنا متحكمين في الماتش تماما من اوله لاخره، واعتقد ان احنا استحقينا الفوز النهارده. Aber die, die jetzt auch heute gespielt haben, die gehören ja auch dazu. Und die haben auch eine gute Leistung gezeigt. Und wir wissen, dass es natürlich schwierig wird, aber wir werden alles versuchen, um das zu erreichen, dass wir eine Runde weiterkommen. احنا طبعا مش عارفين مين هيتأهل لسه، لكن احنا قابلين التحدي ومستعدين ان احنا نحارب لغاية اخر دقيقة على حلمنا وان احنا نكمل. في صعوبات، لكن احنا عندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة، عندنا قائمة كبيرة من اللعيبة كلها قادرة على اللعب باسم النادي الاهلي. احنا شفنا النهارده ناس كتير متغيره، ورغم كده قدرنا ان احنا اللعيبه اللي لعبت النهارده بينت قدرات كويسه جدا واظهروا اداء كويس. فبالتالي في صعوبات، بنتمنى طبعا ان اللعيبه المصابين يرجعوا، ده بيقوينا، لكن احنا قابلين التحدي وان شاء الله هنحاول نعمل كل اللي في وسعنا ان احنا رغم كل الصعوبات دي ان احنا نكمل في البطوله ان شاء الله. Und das werden harte Spiele, aber wir wollen alles dafür tun, damit wir natürlich in die nächste Runde aufsteigen. احنا طبعا مش عارفين اللي هيحصل، لكن بالتاكيد كان فوز مهم جدا ان هو ناخد 3 نقط، ان احنا نقرب من المنافسين الاثنين اللي معانا على تذكرتين التاهل في المجموعه. عندنا ماتشين كمان معاهم، هيبقوا ماتشين صعبين جدا، كل شيء لسه مفتوح، كل شيء متاح، واحنا هنحارب قدر الامكان ان احنا ان شاء الله نتاهل باذن الله. Uns natürlich klar, ich wollte offensiven Spieler mitnehmen, weil wir wussten nicht, wie das Spiel sich entwickelt. Und wenn wir am Schluss noch vielleicht für 10 Minuten einen Stürmer gebraucht hätten, hätte ich Bruno da natürlich reingeschmissen. Aber er ist noch nicht vorbereitet für ein ganzes Spiel. Da braucht er noch mehr Zeit. Das war mehr eigentlich so aus der Not heraus, haben wir ihn mitgenommen. Und darum habe ich dann anders entschieden, weil das für seine Gesundheit besser ist. هو برونو كان بقاله فترة كبيرة مصاب، ما اتمرنش معايا غير تمرينتين أو بالأحرى تمرينة واحدة كاملة، ده قليل جدا. لكن احنا لما واحنا بجهز لقائمة المباراة كنت محتاج ناس تكون أكتر بتلعب في الجزء الأمامي، فقلت إن أنا أخده معايا أكمل بيه القائمة مع النقص اللي عندنا، إن أنا لو احتجت أو اتزنقنا والماتش مشي بطريقة مش زي ما احنا عايزين، ان احنا ان هو يلعب 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، لان هو طبعا ما يقدرش حاليا يلعب 90 دقيقه بعد الغياب الطويل اللي هو عمله وما اتمرنش تمرين كافي. في الاخر قررت ان هو مع سير المباراه ما كانش في داعي ان انا اخاطر بيه، خصوصا ان هو ما اتمرنش خالص، وقررت ان انا ابقى في مصلحه اللاعب ومصلحه صحته، او ان انا احمي اللاعب في الفتره دي لغايه لما يبقى جاهز بدنيا ان شاء الله. Aber das ist unser Ziel oder unser Spiel, so zu spielen und versuchen da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. دي الكرة بتاعتنا، احنا دايما عايزين نلعب لقدام، عايزين نخلق فرص، لكن للاسف الملاعب اللي بنلعب عليها مش دايما بتساعدنا ان احنا نلعب الكوره اللي انا عايز العبها.
لكن بنحاول قدر الامكان مع الملاعب دي وجوده الملاعب دي ان انا اعمل احسن ما عندنا، بس دي الكره بتاعتنا ان احنا نلعب لقدام دايما. قبلنا التحدي. قبلنا التحدي وعارفين انه صعب، لكن عندنا مجموعه من اللعيبه تقدر تعوض لنا اي غيابات، مش بينزعج من الغيابات. برضه حريص يقول ان يبقى لنا سمه في لعبنا ان احنا عايزين نبقى ايجابيين ونحرز الاهداف وان يعني نتعامل مع المباراه ان احنا اللي نسوقها تقريبا يعني. هو بيرد بشكل غير مباشر على الناس، يعني استاذ ابراهيم تيجي بعد مثلا كاس العالم يقول لك كان في لحظه ما لو دافع كنا قدرنا نخرج بنتائج افضل. تيجي قدام الاسوان ما احنا كسبنا 3 في الشوط الاولاني، ما احنا لو كنا دوسنا اكتر ما كنا جبنا 6. تيجي في ماتش قدام سان داونز واحنا ما دافعناش، ليه مش عيب ندافع واحنا كسبانين 2-1 ما الغايه تبرر الوسيله. تيجي قدام المقاولين العرب تدافع تقول لك هو احنا ليه لعبنا بالطريقه دي وارتضينا نسيب الملعب للمقاولين. الرد ببساطه ان مفيش فرقه تقدر تلعب بوتيره واحده 90 دقيقه، وانك انت اذا كنت طالب انك انت يعني زي برشلونه زمان يخش فيها جون بس اجيب قدامه 2، مفيش حاجه كده في الكوره، مش مضمونه. النهارده الاتحاد والنصر في السعوديه، ورغم ان النصر هو يعني مصنف، النصر متصدر ب 46 نقطه ونجمه كريستيانو رونالدو، مرتين يخسر من الاتحاد في السوبر فبالتالي الاتحاد دلوقتي ركب الدوري بنقطه. وكريستيانو في الماتشين ما سجلش، يعني لحد ما دخلت انا كان بادي ولا حاجه، خلص 1-0 وخلص 1-0. فما فيش لعيب فكره ان من انصاف الفرق ما فيش حد عنده ضمان التسجيل على طول، ما فيش. التوفيق مهم، لان انت بتاخد قرار هو بس ايه نسبتك قد ايه. يعني انا برضو مش معنى كده ان انا اسيبها للفيرود يعمل اللي هو عايزه، لا، بس اتيحت ليك كام فرصه سجلت يعني معدلاتك ايه؟ ممكن معدلاتك في التهديف عامله ازاي؟ ايوه، يعني تستحمل محمد صلاح يضيع لانه معدلاته عاليه مرعبه. كريستيانو معدلاته عاليه مرعبة جدا، فممكن يضيع، يبقى مفهوم ان هنا عدم توفيق. خدت قرار وحارس المرمى خد قرار هو كان اكثر توفيقا منك فيه. لكن برضو يعني ناس كتير هتتكلم، هو المئات الملايين من الدولارات دي مردودها ايه؟ لا طبعا هي صفقه، مش صفقه ملعب وبس، دي صفقه فيها حسابات كتيره جدا للكره السعوديه هتستفيد منها اكتر من هي للنادي النصر فقط. طبعا يا دعايه للكره في المملكه. لا تعمل، وهو بيليه لما راح لعب في كوزموس وهو بيبطل كان كوزموس دفع فيه مبلغ كبير ليه، واللي خلى بيليه راح وافق يلعب في كوزموس. حسابات الدوله كلها، حسابات ان انا داخل عايز اعمل ايه في الكوره عندي في بلدي، عايز انقلها في الفاترينه بتاعتي عايز تتعرض فين. فاحيانا كره القدم فيها حسابات في الملعب وخارج الملعب. طيب مكاسب الاهلي من مباراه المقاولين ايه؟ يعني عدد من اللعيبه استفاق، كابتن وائل جمعه واحد من نجوم الجيل الذهبي في الاهلي اللي عملوا تجربه هايله جدا، نشوفه كمحلل شايف مكاسب الاهلي كانت ايه. 3 نقاط مهمين جدا من المباراه النهارده، برغم سهوله المباراه ولكن النادي الاهلي كان في احتياج لفوز يعيد الهدوء مره ثانيه. فمن ضمن المكاسب اللي اتكلمنا عليها يا احمد النهارده، اداء طاهر كان ممتاز النهارده بصراحه، لو استمر وقدم كل مبارياته بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، بالجديه بالاصرار بالعزيمه ان هو لازم يبقى متواجد في الملعب، هيبقى اضافه ممتازه للنادي الاهلي ويخلق منافسه مع اللعيبه اللي موجوده في نفس المكان ده زي عبد القادر وزي شحات وزي اللعيبه اللي موجوده دي. والمكسب الثاني قندوسي،
واحد من اهم اللعيبه برضو النهارده، ولاعب زي ما قلنا بروفايل مختلف عن اللعيبه اللي موجوده في وسط ملعب النادي الاهلي، اضافه كويسه جدا مع المباريات ومع مزيد من الانسجام هيبقى اضافه اكبر. عنده ميزه ممتازه يا احمد ان هو بيروح لقدام في حته ان هو يروح على مرمى المنافسين، والنادي الاهلي محتاج ده، محتاج النقطه دي، زائد انسجامه طبعا وتفاهمه مع علي معلول واضح في الـ في الـ في الـ في مباراه النهارده، شفنا الهدف الثالث كمان المكسب الثالث اللعيبه الصغيره اللي نزلت، ودي من النقاط المهمه جدا. التبديلات هنتكلم عنها طبعا وشفنا رأفت خليل الهدف الثالث لاعب كويس ولمسته كويسه، يقدر النادي الاهلي يستفيد بيه كظهير ايسر، ويقدر زي ما كولر عمل في اخر المباراه حطه جناح ايمن مكان بيرسيتاو، كانت فعاليته اكتر وانتاجه واضح. تمام. الكابتن وائل كان حريصا ان يعدد مكاسب المباراه بالاضافه الى الفوز بالمباراه. هو ركز على ثلاث لعيبه. ايوه. على مروان عطيه والقندوسي ورأفت خليل. ايوه. وده ذكاء منه ووعي. اثنين، واحد اضافه محليه، واحد اضافه اجنبيه عربيه، وواحد صاعد. فالثلاثه عملوا المتوقع منهم بشكل جيد في هذه المباراه، فيمكن اعتبار ان المباراه كمان قدمت هذه المكاسب. وده مهم جدا انك انت لما يكون عندك فرصه تقدر تطمئن على فرقتك، لان كل دول بدلاء يا استاذ ابراهيم يريحوك طبعا وقت الجد. يعني فعلا فعلا اللي عنده دكة كويسة هو اللي عنده النفس الطويل، هو اللي يقدر على المدى الطويل قطع الغير مهم يقدر يكمل. بس ربنا عدينا من العقبة، لأن أنا بعتقد إن الماتشين، يعني سيبك ماتش الهلال الأولاني يعني كنا متخوفين منه لسه راجعين وعارفين ظروفنا واتخطفنا بجون صعب وترتيب ماتشات المجموعة والنتائج ما ساعدناش، ضاعف من احساسنا بالهزيمه دي، لكن كان من الممكن نخرج بنتيجه افضل في ماتش سان داونز. يا رب يا رب نقدر، يعني اذا ربنا ما 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 اسعدناش في القرى يسعدنا في سان داونز. انا قلت كلمه كنت متوقع انك تسالني عليها، وانا بقول يا رب الظروف الصحيه والبدنيه تساعدنا. انا ما اقصدش الاصابات، اقصد ظروف الطقس، ظروف الاكسجين، ظروف الاجهاد. لو الثلاثه دول احنا قدرنا باذن الله نتجاوزهم، يكون في شغل على هذا الكلام. يعني الدكتور بيقول لك في اطعمه بتساعد على الاستفاده بالاكسجين باقصى ما يمكن، يا رب تساعدنا دي. يا رب كمان يعني 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 زي ايه، ما داءت الا ما فرجت. يعني هو صن داونز بيضغط عليك يعمل لك الماتش الساعة 3. سعادة السفير جاوا إجابة مهمة جدا ما خدناش بالنا منها. هما لما بيقولوا هنفتح الملعب لجماهيرنا ببلاش، مش معناها إن الجماهير هتخش كده، لا، ده بتذاكر. يعني في سعة للملعب. طبعا. وفي حدود للتذاكر اللي اشتراها صن داونز. فهي في الآخر أكن يعني الجمهور اشترى التذاكر. مين اللي دفع دي ما تعنيناش في حاجة يعني. أي. عشان ما نضخمش في العامل ده قوي يعني. إنما هو جماهير جنوب أفريقية مش جماهير عدوانية. حتى لو عدوانية، تعالى بقى. يا رب تأثير المعد النفسي يقول كده، أنا عايز أستفيد من السلاح ده لمصلحتي أنا. إنه حفزني أنا. مش عشان أغيظ الجمهور، عشان آخد من الجمهور ده حافز إن أنا، لأ ده أنا انا هخلف ظنكم، انا لا انا نوعيه انتم يعني ما باذن الله تشيلوا همها. واضعين في اعتبارنا ان احنا كلما احترمنا المنافس واحترمنا جماهيره هيسهل دورنا. ده كلام مهم جدا. وعلى ذكر الهلال يا جماعه، الهلال السوداني الشقيق علق على العقوبات بشكل رسمي، وقال ان النادي الاهلي دائما ما بعد كل مباراه له في السودان يشتكي. الاهلي لن يستدرج لرد. الاهلي قدم شكوى للاتحاد الافريقي عن معامله لقاها في
في السودان. الاتحاد الافريقي اخذ عقوبات، الكلام على ان الاهلي تدخل، الاهلي تدخل شاكيا زي ما الهلال قدم دفعات، وفي الاخر اللي قرر ده الاتحاد الافريقي. فما اعتقدش ابدا من المناسب الاستمرار في السجال ده، واتمنى على الاعلام المصري ان يدرك مسؤولياته بجد. يعني لو مش يعني انتم مش مدركين ان النادي الاهلي عنده هذا الحق في ان هو يشكو من سوء المعامله اللي لقاها، فعلى الاقل بلاش التأجيج. الاهلي ما اعتقدش انه بشكل رسمي هيرد ولا هيعاقب على اي قرار صدر. انا قريت مجموعه من التصريحات المتناقضه، قريت تصريحات لسان مسؤول مقيم بالاسم يعني، انه بيقول لا والله ده الاهلي والاهلي وله مكانته، احنا قابلناه بمنتهى الاحترام ويا ريت نتأهل احنا والاهلي. ف نوع من هو اللي قال كده قال الاثنين، قال الاثنين مع بعض يعني، يعني شكا وتمنى صعود الاهلي. يا سيدي كويس، ما ده اللي عايز اقوله. فهو نوع من الحرب النفسيه، وبيضرب وبيلاقي، من ناحيه مش عايز مشاعر عدائيه من جماهيرنا، وفي نفس الوقت بيدافع في حاجه يعني الاتحاد الافريقي كان حاسما فيها، انه ادان في الثلاث نقاط اللي اشتكى فيها الاهلي ادى عقوبات، وده وفقا لتقارير المراقب حتى. يعني يعني حتى العقوبات دي يعني احنا مش هنستفيد منها الاهلي في حاجه يعني، لكن اثبات اخطاء حصلت. ايوه لا يعني، والاهلي هياخد هيدوله جزء من الغرامات. وبعدين فكره ان الاهلي دائم الشكوى دي بقى اللي عيبها. لا طب ما هو الاهلي بيلعب مع المريخ ما بيشتكيش. طب ما الحل ايه؟ يا انا عاملك بالمثل، وده مش النادي الاهلي مش مطلوب، لان مش دي علاقه الاشقاء بقى. لا في وابعد من الكوره يعني. احنا اذا كانت الكوره ما بلاها كوره خالص في الاخر يعني. طبعا يعني اذا كانت الكوره هتاخدنا في ان احنا في منطقه لابد ان تتحد عربيا وافريقيا عشان تواجه تحديات العالم كله، فتيجي شويه الكوره تعكر الاجواء دي، لا مش مطلوبه. ولازم التصريحات تبقى في اتجاه دعم العلاقات بجد يعني، مش بالمسؤوليه، مش بالكلام، بالمسؤوليه. ايوه مش هتصرف غلط واعمل واعمل. طب احنا بنقول ايه؟ واجي اقول كلمتين. احنا عمالين نقول ايه؟ ان من حق جنوب افريقيا تلعب ثلاثه، طبعا من حق جنوب افريقيا تختار الميعاد التذاكر، من حق، لكن الناس بتعاملك باحترام. بالظبط، الموضوع بسيط يعني. صحيح. وانما انك يعني احيانا واحد يبقى متضايق يقول كلمتين، ولا الافراد مش هم اللي بيعبروا عن علاقات الدول الدول والتاريخ. طيب احنا شفنا الراي بقى لواء الجمعه، راي الكابتن طارق دياب، كابتن طارق دياب النجم التونسي الشهير له راي على النجم التونسي الكبير، نشوف. بالنسبه للاهلي اهم شيء هو ثلاثه نقاط. شنو الايجابي اليوم؟ انه الاهلي ما تسجلوش اهداف، لا مسجل في مرمى اهداف، لان سجل ضد الهلال وسجل ضد صنداوز. الجندوزي مكسب بالنسبه لي انا الاهلي في وسط الميدان. طاهر قدم مباراه جيد، وعلي معلول مدرسه في التمرير بصراحه. صح. علي معلول مدرسه في التمرير، حتى الهدف الثالث من علي معلول برضه، البدايه كانت من علي معلول. هو التمريره ممتازه من لاعب الجندوزي، التمريره ممتازه، ما يسهل التمريره هذه، التمريره ممتازه يعني. علي معلول الجندوزي، علي معلول اللي رفض عطاء، ولهذا علي معلول مكسب كبير من النادي الاهلي. واعتقد ان اللاعب هذا كما قلت انه لازم حتى المدربين الصغار واللاعبين الشباب الصغار، انا بالنسبه لي انا يستفادوا كثير من تمرينات علي معلول. طبعا لانه اللاعب هذا في مباراة تونس ضد فرنسا معايا أرسن فانجير، أول مرة أرسن فانجير يتفرج في اللعبة هذه، معناتها جاء قال لي مين هذا؟ قلت له يلعب في النادي الأهلي، قال لي عنده تمريرات عجوبة، حتى المدافعين الأيسر الكبار ما ياخذوش عندما يعني يفيد بالي ذكي، يعني ذكي في الملعب، ذكي ذكي في الملعب يا أحمد في قراره. صح، عنده تمريرات تمريرات بين بين الخطوط ممتازة للمهاجمين، لما يمشي الكرات يوصل للخط التمريرات العرضيه يا اما في القائم الاول القائم الثاني دائما دقيقه، وثم التنويع، لان التنويع صعب على اي لاعب انك تلعب. طيب. كرات القصيره، تلعب كرات الطويله، تلعب كرات في القائم الاول، هذا التنويع نتاع لاعب عنده فنيات كبيره وكبيره بالاضافه جدا. كمان للدور القيادي في ارض الملعب، هو لعب كثير مع النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي، واليوم هو ولد النادي الاهلي، هو يقول لك انا ولد النادي الاهلي، يعني المسيره نتاعه
المضافره هي في النادي الاهلي، صح، فاز بالبطولات الكل مع النادي الاهلي، واليوم تحسوا انه كانه جاء صغير اللي عمره 13 14 سنه، لازم يستغلوه في الشباب، لازم المدربين الصغار المدربين بتاع تحت 17 و18 وحاجه يستغلوه للمدافعين الايمن والايسر كيفيه التمرين ما هي سهل. طارق دياب وهو يتحدث دائما يتحدث بخبره عاليه جدا ويتحدث باحترام شديد جدا عن الكره المصريه والنادي الاهلي تحديدا ورئيسه. المره دي انتقى نموذج تونسي يؤدي وكانه ولد النادي الاهلي بنص اللفظ الاهلي، وقال ان علي معلول كل بطولاته حققها مع النادي الاهلي. وقال علي معلول انه كان جنب ارسن فينجر واتفرج على فرنسا وتونس وقال له مين ده؟ قال له علي معلول. قال له بيلعب فين؟ قال له بيلعب في الاهلي. قال له هذا لاعب لديه دقه تمريرات تدرس، لانه لعيبه كبار على مستوى العالم ما عندهاش الدقه دي، ونحن نتحدث عن الدقه مش التمرير اللي تداني في رجلي، تدهاني في الوقت المناسب في الحته المناسبه اللي تخليني اخد بالقوه المناسبه كمان، ما هو بالقوه المناسبه اللي تخليني اخد القرار المناسب بالظبط اللي يجيب نتيجه. ودي كانت قيمه تمريرات الكابتن صالح سليم، ايوه، انه دايما كان على قد اللعيب اللي قدامه يديله اللعبه اللي صيطه. علي معلول ربما يكون يختلف عليه في الناحيه الدفاعيه، ولكن لا يختلف عليه اطلاقا في قيمته وتاثيره وايجابياته على فاعليه النادي الاهلي الناجعه الهجوميه، سواء بشكل مباشر هو او بمساعدته لزمايله انه يتحولوا الى مصدر خطوره. قال كلمه مهمه جدا كنا احنا قلناها بطريقه مختلفه ومقتنعين بيها يا استاذ ابراهيم. أيوة. قال لك ده لازم مدربي 16 و 17 و 18 سنه في الناشئين يستفيدوا منه، يروح يتكلم مع اللعيبه، يعلم الولاد الصغار ويديهم النموذج التمرير، يعني ايه الباصه السليمه ودقتها وتوقيتها. ولو تذكر كنت قلت لك يا ريت قيادات تكون قدوه، تروح تقعد مع الناشئين مره كل 15 يوم، ده في الهجوم زي كابتن متعب، ده زي كابتن بركات، ده زي كابتن وائل جمعه في الدفاع، ده زي الكابتن شناوي في حراسه المرمى، ده هي تدريبات تخصصيه. اللعيب لما يشوف نجمه ايقونته بيكلمه هيبقى قاعد منبهر، وهيقول له يا كابتن طب انا لو جات لي كده عملت ايه؟ هيستقبل الكلام، وهيبقى عنده استعداد يساله اسئله فنيه ممكن يتكسف يسالها لمدربه. ايوه، ما هي قعده بحبحه. ايوه، مش قاعدة يعني ما فيش حد رئيس حد هنا. ده انا جاي اقول لك خبرتي، فانت بتسالني. يا ريت نعمم التجربه دي مع تجربه المعد النفسي، مع بتاع التغذيه، مع طبعا الورشه بقى تتكامل في اعداد اللاعب السليم للفريق الاول. ده كلام مهم جدا من الإشادة التونسية إلى الرأي العراقي، والمحلل التونسي الكابتن ميسم عادل العراقي. نشوف رأي الكابتن ميسم عادل إيه. اليوم النادي الأهلي فاز في هذه المباراة على الطقم الكاميروني ودخل إلى أجواء المنافسة بشكل رسمي بعد هذه المباراة، ويجب أن لا نقف فقط على نتيجة هذه المباراة، لأن يعني هناك أرقام تحققت اليوم لابد أن نمر عليها بشكل أكثر من جدي، لأنها تهمنا وتهم محبي ومشجعي النادي الأهلي. اليوم محمد شريف سجل أسرع هدف في دوري المجموعات وثاني أسرع هدف في تاريخ دوري الأبطال، وهذه تحسب له، ونحن نتذكر هدف محمد بركات اللي هو الأسرع. أيضا قندوزي يعتبر اللاعب رقم 20 اللي ارتدى فانيلة النادي الأهلي وسجل في دوري الأبطال وبدوري المجموعات. علي معلول قام بالمساهمة ب 35 هدف في دوري الأبطال، ورقم كبير للاعب عظيم. اليوم هو كان الأكثر تقييما في هذه المباراة مع القطم الكاميروني، قدم مباراة كبيرة مع محمد عبد المنعم ومع قندوزي ومع بقية اللاعبين الرائعين واللي كانوا متواجدين اليوم في المباراة. 35 مساهمة، 23 منها 23 أسيست و12
هدف. فمن مكاسب هذه المباراة أيضا إشراك رأفت خليل وبعض اللاعبين الشباب. التدوير كان جيد، محمد أشرف وكوكا، أيضا هناك نوع من الروتيشن اللي قام به السيد كولر بشكل ممتاز وخرج بثلاث نقاط مهمة. ميسم طبعا هو ميسم اتكلم برضو على اللعيبة اللي عجبته، واتكلم على جون السريع اللي جه، واتكلم على القندوسي، واتكلم على علي معلول، واتكلم يعني هو شاور على اللعيبة. حتى رأفت خليل ومحمد أشرف وكوكا بصفتهم لعيبة صاعدين، وكل ده خلص منه إلى حاجة، أنه أشاد بسياسة التدوير التي يجريها مستر كولر بهذا النجاح. ولكن تعال بقى نشوف أستاذ حسن مستكاوي. أستاذ حسن مستكاوي، أي أستاذ حسن مستكاوي في أداء الأهلي اليوم أمام القطن الكاميروني؟ طبعا كويس جدا. الأهلي كان طبيعي يكسب، طبيعي جدا يعني. رايحة كيف في قندوسي؟ كويس كويس، تحرك كويس. أنا بقى أشوف اللعيب اللي يتحرك كويس ويتحرك طول الوقت وتتحرك طول ما هو في الملعب، ده مهم بالنسبة لي، أو ده ناخد بالي منه يعني. اللي بيعمل تمريرة ويتحرك ده لعيب. وعلى فكرة الشمال الأفريقي تقريبا بيعمل كده على طول، الجزائريين والتوانسة والمغاربة بيلعبوا دي باستمرار. قندوسي مكسب للنادي الأهلي، مكسب. وبرضه مروان من النوعية دي، أولا بيتحرك في كل مكان، ولو شفت الخرائط الحرارية بتاعتهم الاثنين مروان والقندوسي هتلاقيها بيتحركوا في كل مكان. بعدين مش دي اللعيبة بوست. اللي عاجبني في الأهلي بغض النظر إن كان في انتقادات من جمهور النادي الأهلي للفريق، إن عاجبني جدا إن خط الوسط بتاعه بيلعب في ظهر المهاجمين. حمدي فتحي في ال 18، قندوسي في ال 18، في 18 جايب جول النهارده من على 6 ياردة. من ديانج بيكمل ويعمل دريبلينج بالكورة ويطلع لغاية أوائل ال 18 أو نص ملعب الفريق المنافس. يعني وده حاجة مهمة جدا في خط الوسط. صحيح. طيب الإشادة شملت القندوسي ومروان عطية. طيب إيه اللي عجبه؟ التحرك بالكرة وبدون كرة بحركة دؤوبة لا تتوقف وفيها إيجابية، وكمل قال لك وكمان بيتحركوا في ظهر المهاجمين وبيدولهم السبورت، ومنها استطاع القندوسي أن يحرز هدف باقتحام جريء لمنطقة ال 18 بتاعة المنافس. كلها ملاحظات فنية في شيء غاية في الأهمية، لأن ده لما يبقى ثقافة عندك في الأداء ودي معظم فرقتك تعمل كده، هتجد الخريطة الحرارية اللي بيتكلم عليها اللي هي يعني ده بيدوس بيان بيان التحركات في الملعب. التحركات في الملعب هتبص ليه اللعيبة بقت سهل جدا، مساعدة بعضها ولاقية بعضها والتمريرات، وهتجهد أي فريق. لما يبقى أنت القوام الرئيسي بتاعك بالتدوير والبدلاء بيقدر يؤدي بكده، يبقى النادي الأهلي فعلا هنا نقدر يعني نشعر، هتبتدي تسمع كلام حلو شخصية الأهلي والأهلي والأهلي. طيب ده رأي الأستاذ حسن المسكاوي، أنه من الطبيعي ومن المنطقي ومن السهل والبسيط أن الأهلي يكسب القطن، ودي حقيقة، لكن هو بيعدد المكاسب الأخرى. هذه المكاسب الأخرى أيضا في أوراق الاعتماد اللي تم تقديمها من خلال هذه المباراة حددها كمان الزميل سيف زاهر. نشوف القندوسي واضح ان هو ابتدى كده يشاور لجمهور النادي الاهلي بقصه حب جديده. انا بقول لكم ان القندوسي ده هيبقى نجم كبير من نجوم الاهلي، لان الجمهور ده لو قبل اوراق اعتمادك يوديك في حته تانيه على طول. ركز معايا بقى في الكلام الكبير، جمهور الاهلي لو قبل اوراق اعتمادك يوديك في الحته التانيه، يقعدك مع محمد الشناوي. القندوسي ابتدى يغازل جمهور النادي الاهلي، لعيب الحقيقه كويس قوي، لعيب ليه مستقبل كبير، عايزين نشوف ثبات، عايزين نشوف اداء. حاطط هدف رائع النهارده ومكمل وماشيه الامور النهارده معاه بشكل جيد، نتمنى له كل التوفيق في القادم.
رأفت خليل النهاردة كمان بينزل في الدقيقة 71 وبيجيب هدف في الدقيقة 92، واحد من اللعيبة اللي كولر يعني مركز عليهم قوي ومركز على فرصتهم بشكل كبير. مشاركته النهاردة رسالة للعيبة ان هو يقدر يغير ويدفع بأي لاعب في أي وقت. بصراحة كولر النهاردة 10 على 10، يستاهل التحية. وهكذا المكسب دائما ما يلقى الإشادة ونجوم ويلقون التحية. ولكن احنا ليه بنقول آراء تكاد تكون متشابهة؟ عشان الاتفاق على نفس الأسماء بيعني ان ده مش صدفة، ان ده نتيجة أداء واقعي في الملعب لفت أنظار الناس كلها. طيب هتاخد إبراهيم فايق ولا نشوف بقى شهادة النجاح اللي في المباراة ديت إبراهيم فايق اداها لمين؟ نشوف. فوز مهم ومستحق على القطن الكاميروني بثلاث أهداف دون مقابل. المهم إنه مكسب النهاردة ده هو المكسب اللي كان محتاجه الأهلي عشان يبني عليه فيما هو قادم. فيما هو قادم ده اللي هو ماتش صن داونز اللي أنت لازم تكسبه. وأنت بتكلم لغة البطل، لغة البطل لا تعرف إلا الفوز، صح؟ إحنا متفقين على كده. وبالتالي لازم الأهلي يكون حاطط في اعتباراته دايما المكسب في المباراة المقبلة. أنا بس عايزك تركز على حاجة صغيرة معرفش أنت واخد بالك منها ولا لأ، بس خليني أقولها لك. جرت العادة غالبا غالبا أنه الصفقات الشتوية في أغلب الأندية ما بتبقاش أعظم حاجة، خلاص؟ لأنه الصفقة الشتوية دي بيبقى ليها متطلبات معينة وجاية في نص الموسم. لكن لما تيجي تركز في الثلاث صفقات الشتوية بتوع الأهلي هتلاقيهم متميزين جدا. مروان عطية كل يوم بيحط رجل في الفرقة، وهو ميزة مروان اللي الحقيقة شايفها من أول دخوله النادي الأهلي إن الكورة في رجله ليها تمن. باص وهيوصل، وباص وإيجابي، وباص وبيتحرك، فدي نقطة كويسة جدا جدا. خالد عبد الفتاح يمكن سبق، لأنه خالد من أول ظهور لي مع الفريق لعب كمساك ولعب ناحية اليمين، فهو كده كده اوريدي مقدم أوراق اعتماده من بدري شويتين ثلاثة، وصفقة مهمة ومميزة، ودايما الصفقات اللي بتخلق لك إمكانية ما بين التبديل في المراكز دي تبقى كويسة جدا جدا. النهاردة القدوسي تحركاته كويسة جدا جدا، سرعة انخراطه في الملعب مع بقية اللعيبة مميز جدا جدا، التحرك بتاعه والقطع على المرمى هي دي الحتة اللي كانت ناقصة النادي الأهلي في الحتة دي. في حاجات تبين ان هو لعيب مفيد وسيفيد النادي الأهلي. بص كمان الحقيقة على رأفت خليل، ورأفت ناس كلها معجبة بأدائه النهاردة وبالجول اللي جابه. 20 سنة، عنده مستقبل كبير جدا جدا، عنده ثقة، عنده ثبات انفعالي. وخلينا نقف عند الحتة دي ونقول له شد حيلك، والبداية الكويسة معناها ان انت عندك كتير كويس، فما تقصرش في حق نفسك. اتفاق من إبراهيم فايق، ولكن هو حب يعني يجمع ان صفقات الشتاء عادة ما حدش يتوقع انها تكون بالكواليتي العالية، لان ما حدش بيسيب لعيب مهم في هذا التوقيت. وايضا عشان يروح يسد احتياجات ويلعب على طول وكأنه موجود من اول الموسم، دي شهادة نجاح، وبيأكد على الأسماء هي هي ودورها ونجاحها. طيب ده كلام مهم جدا في هذه الجولة اللي شفنا فيها مجموعة من الآراء على فوز الأهلي على القطن، مكاسب الأهلي من هذه المباراة، والرؤية للي جاي إن شاء الله تعالى يكون خير. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. اتحاد الكرة فاشل فاشل فاشل، ده يعني القول الفصل للدكتور عبد المنعم عمارة فيما قال له في مصر اليوم. اتكلم على مدرسة أكاديمية المغرب اللي أنشئت لإعداد المواهب، وأنا قلت لكم إن المغرب عنده شغل كبير جدا في تطوير كرة القدم على كل المستويات. فالدكتور عبد المنعم عمارة اتكلم على أكاديمية الملك محمد السادس وقال لك ده كيان رائع كثر الكلام عنه بعد تألق المنتخب المغربي في بطولة العالم، قدم 3 لاعبين تألقوا في البطولة. وبيحكي الراجل عن تجربته في إنشاء مدرسة الموهوبين قبل كده. لكن بالنسبة لاتحاد الكرة الحالي، بيقول الدكتور عبد المنعم عمارة وهو وزير سابق للشباب والرياضة، قال لك اتحاد الكرة للأسف
لم يقدم أي أمارة حتى الآن في تطوير الكرة المصرية. على العكس، في فترتهم خرج منتخب الشباب من تصفيات أفريقيا ولحق به منتخب الشباب في نفس البطولة. إذا مستقبل الكرة المصرية في السنوات العشر القادمة لا أمل. بعد الخروج الكبير دعا رئيس الاتحاد إلى اجتماع عاجل وسريع جدا كما جاء في الإعلان، واستمروا دون أي اجتماع، ومرت حتى الآن حوالي 10 أيام ولا حس ولا خبر. لماذا؟ بيقول الدكتور عمارة: ليس لديهم الردود أو الحلول، ولا يملكون أي قرارات، ولا يملكون أي قرارات. إذن علينا أن نقول لهم من فضلكم قولوا حاجة، أي حاجة، والله يرحمك يا حليم. وبيقول كمان الدكتور عمارة: عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة قال إن المدرب ليس شهادة، فهي لا تعدو أن تكون رخصة سواقة. طيب ماذا عن عضو اتحاد الكرة؟ ما مؤهلاته؟ هل يكتفى أن يكون لاعبا أو حكما أو إداريا؟ هل لديهم شهادات في فن الإدارة؟ هل حضروا دراسات أو معايشة في فنون الكرة في الأندية الأوروبية؟ طبعا لا. وبيقول مشاعر مطلوب حكومة ظل لاتحاد الكرة، وبيتحدث عن واقع الحال في مختلف المجالات. ده الدكتور عبد المنعم عمارة، تعليقك على مقالته. ما هو الدكتور عبد المنعم عمارة خلي بالك هو كان وزير فاهم في الكورة، وكان بيحب الكورة، وكان هو بيقول أنا لعبت كرة طايرة في الأهلي، بس هو كان إسماعيلاوي بيحب الإسماعيلية يعني. ولما أنشأ مدرسة الموهوبين ذكر قدمت مين؟ قال لك ميدو حسني، عبد الله سعيد، شيتوس، أحمد لطفي، مساعد حمزة الجمل، علي جمعة لاعب الإسماعيلي. فهو كان بيعملها الحاجات دي عشان يقدر يقدم للنادي الإسماعيلي المواهب من خلاله. وكان الوحيد اللي أنا بدري وحتى لحقت جبته بسرعة، رغم أنه وقتها كان 10,000 جنيه في ناشئ، دي كانت مبلغ كبير، شيتوس كان في نادي الجيش أعتقد، كان في الجيش على ما تنبهوا له كان هو في الأهلي، كان وائل شيتوس. لا الدكتور عمارة كان راجل بيحب الكورة، كان راجل فاهم كورة، كان راجل يعني منحاز، لا منحاز مشاعره الإسماعيلي طبعا، ما تزعلكش قوي دي لان برضو انت الإسماعيلي وقتها قدر يحقق نجاحات من خلال عثمان احمد عثمان رحمه الله عليه، واسماعيل عثمان، والعثمانيين، الوزير عبد المنعم عماره، والكابتن محسن صالح، وكابتن ما هو طبعا كابتن محسن صالح هو كان مدير الفني. ف الدكتور عماره لما يتكلم في الكوره بيبقى له وجهه نظر، احيانا بتبقى حاميه سخنه بلهجه المسؤول، بيقارن، ما هو هو بيقارن انا كنت بعمل ايه وهم بيعملوا ايه. ده كلام الدكتور عماره، لكن اذا كان كل ده كان في الغربال يبقى كلام كثير بيخش بعضمه لسانه. الاعتذار لحسابات الغد. النادي الاهلي جات له دعوه من الاتحاد العربي لكره القدم. الاتحاد العربي لكره القدم هيعمل البطوله وسماها بطوله الملك سلمان، والنهائيات بتاعتها هتتلعب في الثلاث مدن السعوديه، وهيشارك في النهائيات 16 نادي. في انديه هتخوض التصفيات التمهيديه علشان يطلع منهم 6 أندية، وفي 6 أبطال الدوري في 6 دول الكبرى رياضيا أو كرويا حسب ما هم حددوا. يعني قال لك مصر بطل الدوري الموسم اللي فات الزمالك، تونس بطل الدوري الترجي، المغرب بطل الدوري الوداد، الجزائر بطل الدوري شباب بلوزداد، ثم السد القطري والهلال السعودي. دول 6 أبطال، وفي 6 أندية هيتأهلوا من ضمن من خلال التصفيات التمهيدية في بقية الدول، وطلائع الجيش مشارك في هذه التصفيات التمهيدية. الأمانة العامة في الاتحاد العربي ادت لنفسها الحق في ان هي تستثني 4 أندية
مش منطبقة عليها شروط المشاركة، لكن محتاجينها. محتاجينها لأسباب تسويقية وأسباب تتعلق بقوة البطولة ونجاحها جماهيريا. على رأس الأربعة المستثنيين كان النادي الأهلي. معاه مين في المستثنيين؟ الاتحاد، اتحاد جدة، النصر السعودي، ثم الرجاء المغربي. دول الأربعة المستثنيين. لغاية كده والدنيا ماشية. ادعى النادي الأهلي، عرض النادي الأهلي الأمر على المدير الفني مستر كولر. قال لك الفترة من 25/7 لغاية 5/8 ولا 10/8 يعني ان انا لضمت الموسمين في بعض، يعني ان انا هلكت اللعيبه، يبقى انا ما عنديش فتره كافيه ابدا للراحه، وده مجهد جدا لحسابات الموسم الجديد. فاعتذر الاهلي بكل شياكه واحترام وتقدير. لغايه كده والامور طبيعيه، وتعاملت القرعه والزمالك لعب في مجموعه و جابوا مكان الاهلي مين في المستثنيين الاربعه؟ الشرطه العراقي. حطوا الشرطه العراقي مكان الاهلي يلعب بدون خوض التصفيات، وحطوا الرجاء المغربي بدون تصفيات، وحطوا النصر، وحطوا اتحاد جده. لغايه كده الامور سليمه. يطلع زملاء في قناه الزمالك مصممين جدا انه الاهلي اعتذر علشان الاتحاد العربي كان عايزه يخوض التصفيات الاوليه زيه زي طلائع الجيش وزي بقيه الانديه الجديده على المشاركه، وان الزمالك هو الوحيد اللي مش هيخوض التصفيات عشان بطل الدوري. وكلام كتير قوي اشار اليه المهندس عدلي في بدايه الحلقه بشكل غريب، والناس مصممه. والسؤال الاهم، طب وانتوا ايه علاقتكم؟ اولا الكلام كذب مبدئيا كالعاده. الكلام كذب. ليه؟ ما تشوفوا الاول النادي الاهلي اعتذر علشان الجواب اللي جه للاتحاد المصري لكره القدم بدعوه النادي الاهلي كان بيقول ايه؟ الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم من الامين العام للاتحاد العربي، الامين العام المساعد مبارك الصفيان، بيقول للنادي الاهلي. الخطاب اللي انتم قدامكم بيقول للاتحاد المصري لكرة القدم: الدعوة للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية 2023، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهديكم الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم أطيب التحيات. يسر اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان للأندية، دعوة مين؟ النادي الأهلي المصري للمشاركة في إيه؟ نهائيات. عشان كده لما بنقول بيكذبوا يبقى فعلا كلام كذب. في نهائيات البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الطائف وأبها والباحة خلال الفترة إمتى بقى؟ أصل التصفيات دي بدأت دلوقتي. الأهلي محتاجينه إمتى؟ من 20/7 ل 5/8. دي النهائيات. ولا يستحي أحد ولا بحسب النظام المرفق والمتضمن آلية مشاركة الأندية والبرنامج الزمني والمستحقات المالية، آملين التكرم بالإطلاع وموافاتنا بالموافقة على مشاركة النادي وتعبئة نموذجي الاشتراك والعنوان البنكي للنادي عشان المستحقات المالية لا تدفع، وإرسالهما على البريد الإلكتروني للاتحاد العربي لكرة القدم مذكرين البريد الإلكتروني، علما بأن آخر موعد لقبول الدعوة سيكون بتاريخ 3/3/2023، شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول خالص التحيات. يطلع بقى واحد زي خالد طلعت، يطلع معرفش مين، وتسمعوا كلام بدون أي معلومات حقيقية، كله كذب في هري في هبد. أصل الأهلي ما رضيش يشارك علشان كانوا هيجيبوه يبدأ من التمهيدي، رغم إن في دعوة صريحة. طب أنتوا شفتوا الدعوة الصريحة اللي جاية للنادي الأهلي من للاتحاد المصري علشان يبعت للنادي الأهلي، ولما اتبعتت النادي الأهلي اعتذر. طيب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة لما راح السعودية الإعلام السعودي سأله السؤال: هو الأهلي ما جاش ليه؟ نشوف جمال علام رد بإيه. الأندية قصدي المصرية متواجدة زي متمثلة في النادي الأهلي كانت، فطبعا قبل ما يقدم الاعتذار بتاعه بالنسبة لأن النادي الأهلي يمكن مشترك في كذا بطولة، دي اللي خلت الناحية الفنية من عنده. طبعا المدير الفني بتاعه فكر ان هو يريح اللعيبه في الفتره دي، لان هترتبط موسمين مع بعض، وخصوصا ان احنا عندنا في مصر المواسم كانت ملتحمه كلها مع بعض في الفتره السابقه.
أستاذ إبراهيم، النادي الأهلي لم يضطر الموسم الماضي في نهاية الموسم إنه يريح لعيبته الأساسيين عشان يقدر يخوض الموسم ده. أيوه. هل هيضحي بالموسم القادم عشان يشارك في بطولة تؤدي إلى التحام المواسم من جديد وإضافة أعباء؟ هو الأهلي مش عايز فلوس؟ هي دي مش كانت فرصة طيبة إن ياخد فيها فلوس جيدة؟ طبعًا. ده أول كلام بعدين يقول لك الحساب البنكي البنك كام؟ يعني هيحول لك من أول يوم. يعني مع كل ماتش هتشارك. تصفيات إيه يا حبيبي التهو؟ ولا دي الأمنيات بتاعتكم؟ ولا أنتوا أوهامكم أو واقعكم أوهام وأوهامكم يعني وقائع. يعني أنتوا عايزين توصلوا مع نفسكم لإيه؟ سيبكم أنتوا بتضحكوا على مين؟ لأن الجمهور سابقكم، جمهوركم والله جمهوركم ما هو مصدق. أنا بتابع جمهورهم بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟ من كتر الافتراءات ومن كتر الكلام الفارغ اللي بيتقال واللي سهل جدا بجواب بسيط زي ده تطلعه ترد عليهم فيه. فهل هو كان الاتحاد العربي هيدخل الأهلي أو الأندية المشاركة الكبيرة في تصفيات عشان كمان يزود عليها العبء؟ مستحيل الكلام ده. الامر واضح وصريح والاستاذ حسن المسكاوي والبطوله على رايك البطوله بيقول لك للمشاركه من الى فتره من الى يعني كان عارف انه هيكسبها التصفيات؟ لا التصفيات دي هتاخد شهور لانه هي هيمر بكذا مرحله في الادوار التمهيديه. لكن ما علينا، خلينا نشوف راي الاستاذ حسن المسكاوي في اعتذار الاهلي. مشاركة الأهلي في البطولة العربية وحابب إن أنا أعرف رأي حضرتك على الهواء بقى قدام المشاهدين في مسألة اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة. الاعتذار صحيح بس أنا مؤمن بالبطولات العربية رغم حاجات كتيرة، لكن مؤمن بها بسبب تربيتي الرياضية اللي أنا عشتها مع البطولات العربية. لكن أنا قلت من فترة إن الأهلي والزمالك لازم يحددوا أولويات. اللي عجبني في الاهلي انه عمل اولويات بس اولويات تستند على معايير يعني فنيه. يعني مع تحيز حضرتك لفكره المشاركه في البطوله العربيه لما تحمله من معاني اوروبيه، الا انه حضرتك شايف انه مساله الاولويات والترتيبات المتعلقه بالمشاركات والضغط على اللعيبه له بعد مهم لا يمكن جداً. بس هنا بقى انا بطالب الاتحاد العربي ان تكون له اجنده واضحه. يعني ايه؟ يعني 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 كفايه الارتباك اللي فيه الاتحاد الافريقي، الارتباك اللي فيه الاتحاد المصري. عايزين بقى هتعمل اجنده للاتحاد العربي ونشاطه 5 سنين 10 سنين عشان الانديه المصريه والعربيه ترتب اولوياتها بناء على هذه الاجنده، ما تبقاش فجاه كده في بطوله عربيه كبيره تطلع السنه دي وهكذا. ده اللي انا اقصده. واضح يا باشمهندس ان كلام الاستاذ حسن المسكاوي ماشي مع وجهه نظر النادي الاهلي ليه الحقيقه يعني. بس طيب راي الكابتن محمد عبد الجليل لما يكون كلاعب والنادي عنده هذا الامر ما بين انت عندك بطوله فيها فلوس كتيره وعندك حسابات فنيه كلاعب وكمدرب ممكن تفضل ايه؟ نشوف النادي الاهلي في اوقات بمصلحه الفريق عن الفلوس او حاجه. انا عارف ان البطوله العربيه مكاسبها كبيره قوي وكماده يعني وكده، ولكن مصلحه الفريق احسن قرار خده، لان النادي الاهلي مش في حاجه لبطوله عربيه دلوقتي، او انما بحاجه ان اللعيبه تقدر تكمل الموسم وتلحم في موسم محدش يتعور. فانا شايف بحيي الاداره وبحيي يعني الاداره اللي سمعت خلص 15 واللعيبه منتهيه تبدا عاوز تبقى في قمه فورمتك عشان تبدا بعدها بخمس ايام في بطوله مش سهله. يعني البطوله العربيه برضو بطوله مش سهله. مش مساله سهله، اصل انت بتخش في بطوله الاهلي انت مطالب انت تاخدها. ما انا طبعا بقول لك مش سهله يعني انت عاوز مش سهله فانت تنافس. اصل يا كابتن مش اجهاد بدني بس، اللعيبه اجهاد ذهني يعني يركز في عاوز تريح ولا ثلاث مواسم تلاحم عاوز تريح عشان تبدا تاخد نفسها وتبدا فتره اعداد. دي حقيقه دي حقيقه وانا بهني القرار دوت. طيب الاهلي بيضع مصلحه اللعيبه يا استاذ ابراهيم ومصلحه النادي اهم من اي اعتبارات ماديه وده حقيقي، لان انت في الاخر حتى لو انت هتكسب النهارده ايوه لكن ممكن تخسر بكره اموال برضه ايوه. ف
فهي عملية عايزة حنكة وعايزة جرأة وعايزة شجاعة انك تواجه وتحط اولوياتك زي ما الكابتن حسن الموسيكاوي قال وتاخد قراراتك كمسؤول بقى. على فكرة اعتذار الاهلي عن بطولة جايزتها 6 مليون دولار ده اعتذار يرسخ ويعزز قيمة العمل المؤسسي. ناس كتيرة ما بصت لهاش من زاوية لو في انفراد بالقرار وفي تفرد بالسلطة بطولة جايالي زي كده فيها فلوس وفيها فلوس مش قليلة لانه مبدئيا اي دور هتخطيه هتاخد فلوس كل دور هتعديه فلوسك هتزيد فانت كان الحسبة لو حسبة اقتصادية فقط وفي انفراد بالسلطة لا هتشارك انما انت بتدي العيش لخبازه انت عندك مدير فني هو المسؤول وهو المسؤول اللي انت بتحاسبه وهو المسؤول اللي ليه الاختصاص الكامل وهو المسؤول اللي محدش هيتدخله في قرار فالكرة في ملعبك يا خواجة الفترة من كذا لكذا يسقر نط بوضوح فالكابتن الخطيب يقعد معاه يقول له الوضع في البطولة كذا ومشاركتها كذا ومدتها كذا يقول لك لا الفترة دي لازم اللعيبة تريح أنا عندي الدورة هيخلص قبل البطولة بخمس أيام فعشان أشارك بهذا الشكل معناها إنه مفيش معاد لفترة إعداد ولا استعداد لموسم جديد ولا راحة للعيبة على الإطلاق فهنا هو ده العمل المؤسسي لو كل نادي جات له الدعوة حتى هنا في مصر رجع للمدير الفني بتاعه أعتقد المديرين الفنيين هيبقى قرارهم واحد إن ده معاد مش مناسب مستر جيزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك طول الموسم وإحنا عمالين نسمع له إنه بيشتكي من إجهاد لعيبته ليه قال لك علشان ما ريحوش بين الموسمين ولعبنا مباراة كاس لوسيل مع الهلال مباراة واحدة شايف إنه استمرار لضم الموسمين أثروا على لعيبته بدنيا لكن القرار مش بتاعه مارسيل كولر الكرة في ملعبه القرار قراره والتضحية حتى لو كانت ببطولة كبيرة مشاركة مهمة جوائزها ضخمة لكن هو ده الأهلي وهو ده العمل المؤسسي المنضبط بجد دكتور عبد المنعم عمارة كان ضيف على الزميل العزيز خيري رمضان وخيري بينكشه في كذا حاجة من ضمن النكشات اللي نكشوا فيها الأهلي والإسماعيلي واللعيبة الرأي وذكر اسم المهندس عدلي فلازم التوضيح بس نسمعه الاول. يعني اللعيبه اللي انا جبتها دي خالد بيبو واسلام الشاطر وسيد معوض واحمد فتحي واحمد حسن اللي خدهم انتوا جالكوا اياميها جوزيه اول سنه وفشل. ايوه. عدل القيعي مشي ورجع تاني. عدل القيعي بقى هو اللي كل شويه اتخانق معاه. بس قلت له انا مش موجود خد دول كلهم هو بقى النادي الاهلي وبقى خدوا بقى الدنيا كلها وجوزيه بقى نجم النجوم كلها ايوه خلاص دكتور عماره بص كل اللعيبه دي واخد بالك اللي جت النادي الاهلي مش انا اللي خطفتهم الحقيقه كابتن احمد حسن الكابتن احمد حسن عماد النحاس سيد معوض كابتن سيد معوض قعد اتمرن يجي شهر في النادي الاهلي قبل ما يروح الاسماعيلي اه واخد بالك هو كان وزير عشان كده بقول لك ايه كانت مدرسه المواهب طبعا الاولويه للاسماعيلي اه الاسماعيلي ف ف ف اللي حصل ان كل اللعيبه اللي الاهلي نشن عليها بدري بدري ايوه طبعا هو كان انت تقدر تنافس وزير بيحب الكوره زي الدكتور عماره ابدا ما تقدرش تنافسه ايوه كان يعمل ايه يروح يدي مثلا النادي اعانه ايوه وياخد اللعيب ايوه يوديه الاسماعيلي ايوه لكن لما احنا جه جوسيه بعد كده في المرحله الثانيه بقى كان الاسماعيلي اوريدي خد قرار في معظم لعيبته ايوه اسلام الشاطر راح الزمالك خدناه من الزمالك اسلام الشاطر الزمالك اعاره لاتحاد جده ما كانش محتاج وهو كان بيتكلم معانا طبعا جزائي. وانا حكيت قصته قبل كده 100 مره كابتن احمد الاثنين الكابتن الدكتور عماره وداهم الاسماعيلي وانا ما عرفتش عنهم حاجه الحقيقه كان الكابتن احمد فتحي والكابتن محمد عبد الله احمد فتحي الاثنين من بنها
الاثنين بقى ناشئين ناشئين، هم راحوا مدرسه الكوره في الاسماعيلي. لا ما انا بقول لك وصغيرين قوي فدول ما حدش جابهم. طيب دول جم الاهلي ازاي؟ كابتن احمد فتحي راح شيفيلد في انجلترا، اسماعيلي باعوا لشيفيلد يونايتد الانجليزي، قعد سنه وبعدين شيفيلد حب يبيعه، ما حققش اللي احلامه هناك. فكلمته، تحب تيجي؟ كان وقتها كمان الاستاذ ممدوح عباس بيفاوضه عشان بيفكر فيه، واحنا كنا بنفكر فيه في الاهلي. فكلمته سؤال وانا قاعد في لجنه الكوره، يا كابتن احمد سؤال رد عليا دلوقتي، انا قاعد في لجنه الكوره، على ضوء اجابتك هيتقرر اجيلك بعد بكره ولا ما اجيش؟ انت عايز تيجي النادي الاهلي؟ قال لي طبعا يا كابتن. قلت له هنيجي نخلص، انا مش جاي نتفاوض اقارن عقود ببعضها. قال لي لا انا عايز اجي النادي الاهلي. كان وقتها ممدوع عباس رئيس الزمالك اعلن انه حاجز مكان لاحمد فتحي في القائمه. لا دي قصه ثانيه حكى لك، لانها فيها يعني فيها طرفه صغيره كده. المهم يعني مش وقت الحدوته دي. فانا سافرت فعلا، جبته من انجلترا من شيفيلد، حتى ما جبتوش في وقت الانتقالات الشتويه، جبته بدري شويه. ايوه وراح كازمر علشان ما اسيبش حد يروح يخلصه، وراح كمل في كازمر، ورحت واخد الشهرين دول جواب من ال نادي شيفيلد بفسخ عقده وانضمامه للاهلي، وانه يصبح من حق الاهلي الايه يسجله في اي وقت، يعملوا اللي هو يعني. فخدت وديته نادي كازما الشهرين دول، ورجع بعد كده على في وقت القيد الشتوي. انما اللعيبه الثانيه كلها، كابتن عماد النحاس راح السعوديه، كابتن اسلام راح الزمالك، كابتن احمد فتحي راح، كابتن احمد حسن خد بقى لفه تركيا 13 سنة تركيا، وجبناه من بلجيكا بعد 12 سنة يقول لك الاهلي خده، عدل القيعي خطفهم من اسماعيل طبعا. ومفيش لعيب خدته بمفاوضات مباشرة الا ما استفاد الاسماعيلي فنيا وماديا. يعني محمد عبد الله اسماعيلي خد وقتها، كان فاضل له كذا شهر، خد مليون جنيه، وخد محمود شيكو اللي كان لعيب دولي، كنا جايبينه من المقاولين، كان نفس المكان بتاع كابتن محمد عبد الله. ايوه وبعدين احنا خدنا محمد عبد الله اللي لعب بكراي، كابتن محمد عبد الله. كابتن اسلام انا كنت اتكلمت فيه وقلت لك حكايته كلاب الدوبرمان، واللي لازم ما تزعلش بابا المندو، وما تزعلش بابا ابراهيم عثمان، والمحافظ تدخل وقال لي انا حاطط بند اقدر اجي لك بكره الصبح. لما هو راح للزمالك واعاروه بعديها بشهر الاتحاد جده، الاتحاد جده، وكان الزمالك عنده باك رايت ابراهيم حسن وقتها، هو خد قرار انه خلاص لا الزمالك مش محتاجني. يا كابتن عادل ايه؟ انا هفسخ العقد، عايزني؟ قلت له عايزك افسخ وتعالى لي. واخد بالك؟ اذا احنا ما خطفناش من حد حد. وخالد بيبو انا اتكلمت فيه وهو في السويس، بس وقتها كانت مشكله، واحنا بنتكلم فيه كانت مشكله الكابتن احمد حسن، ولسه بنتكلم، فكان ممكن جدا ان احنا عايزين نخلص احمد حسن عشان ما يحصلش اي تداعيات ولا اخفاته وبتاع. فالمهم في الوقت ده راح خالد بيبو، واحمد حسن راح على بره، واحمد حسن طلع جدد وطلع على بلجيكا على تركيا. وبعد كده لما عقده خلص بيبو جالنا، كابتن خالد بيبو جالنا. صحيح يعني فما ما العمليه ما حدش خطف حد، اللعيبه بالعكس، انت دكتور عماره بقوته وبسطوته كان يقدر يوجه اللعيبه، بالعكس وجه كتير، وهو كان بقى يكلمني يا عم عادل مش عارف. مثلا احنا كنا خلصنا الكابتن حمزه الجمل لما راح بني ياس وما كانش مسجل في الاسماعيلي، كان موقوف، وخدناه وخلصناه تدخل الدكتور عماره وقال له هشطبك. فجه كابتن صالح قال لي لا مش هنضر اللعيب، اديله ورقه، خد ورقه. هكذا كان يتدخل الدكتور عماره وهو وزير، لكن ما علينا. الاهلي وقيمته ورموزه الاسبوع ده، الاتحاد الدولي لكره القدم من خلال المتحف الخاص بالفيفا بيحتفي بالاسطوره الكابتن محمود الخطيب، ويتحدث عن
قيمة محمود الخطيب كأسطورة لكرة القدم في أفريقيا، وإزاي أنه قضى كل فترته في النادي الأهلي وحقق معاه كل هذه الألقاب، وتوج الأهلي بنادي القرن العشرين في أفريقيا، والخطيب لاعب في الفريق. الزميل محمد شبانة استعرض هذا الاختيار. الكابتن محمود الخطيب بيقدر بره بالقيمة اللي يستحقها. الاتحاد الدولي لكرة القدم حط على الموقع بتاعه النهاردة في المتحف الخاص بيه هو بالاتحاد الدولي الفيفا يعني، صور تبرز تاريخ الكابتن محمود الخطيب، وكاتبين ايه تحتيها يعني: هنا ترى قيمة الأساطير أصحاب التاريخ الذهبي مع الساحرة المستديرة، يتحدثون عن الأسطورة محمود الخطيب الذي قضى مشواره كاملا بقميص الأهلي نادي القرن الإفريقي، ويعددون بطولاته مع النادي ومنتخب مصر. أدي الكابتن محمود الخطيب بيقدر بره مصر في متحف الاتحاد الدولي كأسطورة من أساطير كرة القدم. يعني أنا لما أقول على الخطيب أسطورة محدش يتضايق، لأن مش أنا بس اللي بقيت بقول أو بعلن ده بشكل واضح في الإعلام، لا ده كمان متحف الاتحاد الدولي بيعلن ده بشكل رسمي، وبيوصف الكابتن محمود الخطيب بأنه من الأساطير أصحاب التاريخ الذهبي مع الساحرة المستديرة. فهو بمزاجي مش بمزاجي، بمزاج حد غصب عن أي حد، كابتن محمود الخطيب أسطورة من أساطير كرة القدم. يا جماعة، وحكاية أسطورة وحكاية المكانة، هي في مناصب حد بيديها لنفسه؟ دي مكانة. هو النهاردة هو بيليه محتاج يقول أنا الأسطورة في البرازيل؟ محتاج؟ مارادونا محتاج ولا ميسي محتاج يقول أنا الأسطورة في الأرجنتين؟ كريستيانو رونالدو محتاج يقول أنا الأسطورة؟ ولا زدان ولا بنزيما ولا بلاتيني محتاج يقول أنا أسطورة في فرنسا؟ الكابتن الخطيب لما العالم كله يراه أسطورة، اللي بقى التاني يقول لك وانا هو انا مشبهش ولا انت حر؟ عايز تحس ان انت أسطورة بس ما تقللش من غيرك، لان المنظر بيبقى يضحك. هكذا يكرم الكابتن محمود الخطيب اذا كان الفيفا كرمه قبل ايام بوضع صوره في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم والحديث عن أسطورة الكرة المصرية والأفريقية. فاليوم أيضا جامعة أسيوط اختارت الكابتن محمود الخطيب كشخصية رياضية مهمة جدا وبارزة في المجتمع الرياضي، وكرمته اليوم فقط. هكذا تكرم القيادات، وهذه يعني بعد أن كرم في الدلتا يكرم في الصعيد لنفس السبب؟ صحيح. أنت بقى تقعد تضايق في الناس ليه بس؟ أنا بس عشان أسيوط. يستحق يتكرم في 27 محافظة. صحيح، هي دي القيمة وهي دي السيرة وهي دي المكانة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.